الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة. عمق الرؤية وحكمة البسطاء. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك كتابة. عمق الرؤية ورؤية البسطاء، حكمة البسطاء. إيه بقى البداية الفلسفية دي؟ هي مش فلسفية والله، الناس دي بتعلمنا. على مدى الشهر الماضي ومنذ انطلقت تعليقات هادئة ثم مبادرات تطورت إلى مبادرات إلى كلام صريح يعني يتحدث عن علاقة معالي تركي الشيخ بالنادي الأهلي، وأن الأمور بتعود إلى قنواتها الطبيعية وشكلها الطبيعي. كان بيجي لي تليفونات كثيرة جدا ومعظمها من ناس بسيطة، يعني طبعا اللي كان بيتكتب على وسائل التواصل الاجتماعي وكنا لم نتابعه، لكن عندما تتحدث مع البسطاء بتسمع منطق تاني وعميق جدا يا أستاذ إبراهيم. صحيح، وبسيط وصادق ويلخص لك الأمور ويخليك تشوفها بمنظور طبيعي وبسيط جدا. أحدهم تحدث معي ويعني تفتكر يا أستاذ عدلي يعني طب الدنيا هتمشي إزاي وهتبقى إزاي واللي حصل واللي ما حصلش. تحدثت معه وحللنا الأمور بالتليفون، أنا ناسي اسمه. انتهى بأنه هو بدأ يهدأ وبدأ يقتنع وبدأ قال لي بصوا بقى يا أستاذ عدلي، هي من الآخر كده، لو بإذن الله معالي تركي الشيخ زار الخطيب في بيته يبقى زار 80 مليون اهلاوي. عشان كده كان الكابتن محمود الخطيب النهارده استقبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئه الترفيه بالمملكه العربيه السعوديه في زياره كريمه وحميمه. علق عليها الكابتن محمود الخطيب ببيان مقتضب لكنه دافئ جدا. قال الكابتن الخطيب: بكل الترحاب والتقدير، استقبل الكابتن محمود الخطيب بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية لكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجريت له قبل أسبوعين. ساد اللقاء روح المحبة والحرص الشديد على التآخي في حضور الأسرة والأحفاد والتأكيد الدائم على الاحترام المتبادل والاستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء. وعبر الكابتن محمود الخطيب عن امتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ واهتمامه بالاطمئنان على صحته، سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلا له قبل أيام أو من خلال حضوره بنفسه، مشيرا إلى أن كل هذا محل تقدير وتثمين، لأنه يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره الحميمة تجاه الأهلي وقياداته وجماهيره، وهو ما جرى في الحوار الأخوي بينهما اليوم. وانتهى بالترتيب للقاء عقب عودة الكابتن الخطيب من رحلته العلاجية خارج البلاد إن شاء الله. عايز أتوقف قدام نقطتين ثلاثة في الأمر ده. أولا الصور والتي فيها حرص شديد عشان يبين يعني كيف رأى الطرفين الكبار هذه الزيارة. هذه القبلة لها معاني كثيرة جدا جدا. وهذه الابتسامة والقبول والرضا والارتياح يعني معاني كثيرة جدا جدا جدا. وأنا دائما أثمن حكمة أيضا المسؤولين الكبار. لم يستفد أحد مما حدث إلا كاره الأهلي، كاره الأهلي والذين يريدون الصيد في الماء، والذين أخذوا هذه العلاقة إلى المسار الذي يعني يخدمه خططوا إليه، والذي ساعد فيه للأسف بعضنا مش أنا وإنت، يعني بعض الأهلوية الذين يحبون الأهلي وما هماش ملمين بخبايا الأمور. أنا شايف إن إحنا ما ينفعش هذا الأمر يتكرر. حد يستدرجنا عشان يستفيد ويشرخ
علاقات سوية فيها حب صادق، دي ما هياش مشاعر فيها تمثيل. بالقامات اللي موجودة في الصورة دي، دي رسائل بتتبعت بتقول لأ، احنا هي دي العلاقة، أصل العلاقة. وعندما تعود الأمور إلى نصابها العقلاء يرحبوا بهذا الأمر. فأرجو بإذن الله والكلمة الآن لمن يريد أن يعني يبقى له رؤية، هذا حقه، يتحفظ، هذا حقه، ولكن خلي بالكم يا جماعة محدش يجرنا تاني للمناطق اللي هو عايزها. أهلا بكل صلح يأتي من القلب، و يعني زي ما بقول ايه، يسعى الى الخير. اهلا وسهلا ونرحب، وكما ثمن الكابتن الخطيب هذه الزياره نتمنها معه ونقول القادم افضل. اذن هي قبله على جبين الاهلي، قبله لل 80 مليون اهلاوي، قبله لكل جماهير النادي الاهلي، وقبله على وجه كابتن مصر ونجم النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، مع اطيب التمنيات له بالشفاء العاجل ان شاء الله. يمكن كما ورد كمان في الخبر انه كابتن الخطيب هيسافر خارج البلاد بعد العوده، في ترتيبات للقاء بين وبين شقيقه المستشار تركي آل الشيخ ليدشن الاهلي ومن جديد علاقه تسودها كل هذه المعاني من الالفه والموده والرغبة الصادقة فعلا في هذا أو تأكيد وترسيخ هذا الاحترام المتبادل. هو بس سؤال الإجابة عند كل الناس، من الذي له مصلحة في إفساد هذه العلاقة من أول يوم؟ فقط. فضل. والرسالة واضحة لجمهور الأهلي. طيب، الأهلي بيستعد وبقوة برضو في خلال معسكر الإعداد في الإمارات استئناف الدوري. اتحاد الكرة النهاردة أعلن بعض المواعيد في المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز. قال لإدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم الأستاذ حسام زناتي مدير المسابقات إن هذا الإعلان الجديد يمثل المرحلة الأولى، يعني هو حب يجزأ المباريات المؤجلة لثلاث مراحل، كل مرحلة حسب ظروفها. فقال الأستاذ حسام زناتي المرحلة الأولى من إعادة تنظيم مواعيد المسابقة هترتكز في المرحلة الثانية على المباريات في ضوء تحديد ملاعب دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية التي لم تجرى قرعتها بعد، وما إذا كانت هتبقى مباريات الفرق المصرية اللي تأهل فيها المصري وبيراميدز وبنقول لهم ألف مبروك، هتبقى خارج مباريات الذهاب والإياب، إيه اللي بره وإيه اللي جوه. فانتظار هذا الجدول هيأثر على تحديد مواعيد المباريات المؤجلة. بيقول كمان حسام زناتي المرحلة الثالثة والأخيرة شاف ان هو يتريث في الإعلان عن مواعيدها تحسبا لأي تغييرات قد يجريها الكاف على مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات تبعا لتغيير مواعيد البطولة الأفريقية للمحليين اللي جرى مؤخرا، وده هيترتب عليه تغيير في مواعيد بطولتي الأندية الأفريقية مبارياتها في يناير وفبراير. وفقا لهذه المحددات زي ما قالت لجنة المسابقات أو إدارة المسابقات في اتحاد الكرة، تم تحديد يوم 23/11 أول عودة للدوري هتبقى السبت 23/11، طنطا هيلعب مع طلائع الجيش، وفي نفس اليوم المقاولين هيلعب مع أسوان. 25/11 يوم الاثنين الأهلي هيكون في الجونة الساعة 5، يبقى الأهلي عودة الدوري بالنسبة ليوم 25/11 في الجونة مع الجونة الساعة 5، 25/5 الساعة 5 يوم الأهلي مع الجونة. إنبي والزمالك هيكون في نفس اليوم أيضا في استاد السلام الساعة 7:30. اف سي مصر هيلعب يوم الثلاث مع وادي دجلة، وفي نفس اليوم ده الثلاث 26/11 هيلعب المقصة والحدود. تاني يوم يوم الأربع هيبقى فيه ماتشين 27/11 طنطا وسموحة وبيراميدز مع أسوان. الخميس طلائع الجيش والإنتاج الحربي، والجمعة هيبقى المقاولين والجونة، والسبت 30/11 الاتحاد مع الإسماعيلي. 29 و30/11 و1/12 في مواعيد في الأجندة الأفريقية للأندية، لكن بقيه المؤجلات سموحه وطلائع الجيش يوم 2/12، الاسماعيلي وطنطا 4/12، حرس الحدود والاتحاد 4/12. بمناسبه الدوليين، لعيبه الاهلي الدوليين التسعه باشمهندس انضموا للمنتخب الوطني بعد ما الكابتن حسام البدري في
في الحته دي أي. لان فيها بعض التعليقات ان عايز ابارك للكره المصريه لا يعني بالمعنى انما اقول انها عاشت ايام جميله الفتره اللي فاتت بتاهل كل الفرق المشاركه في البطولات الخارجيه في البطولات الخارجيه بما فيها نادي الاتحاد السكندري والنادي الاسماعيلي في البطوله العربيه. وهذا معناه ان احنا ماشيين كويس قوي. نرجو نبني على هذا الاداء وهذه النتائج. المصري وبيراميد بجداره الى دوري المجموعات. الاهلي والزمالك الى دوري المجموعات. الاتحاد السكندري والاسماعيلي تاهل عربي. تاهل عربي لدور الثمانيه. مستحق صحيح. فهذا كلام يعني بيسعدنا. ايضا الشكل الاضطراري الذي وضع به الجدول هو نفس الظروف بتاعه السنه اللي فاتت اللي كان عشان ما نظلمش حد. ايوه حاج عامر حسين كان بيعمل كده. أيوه. هو كان بيعمل كده كان بيمشي وانا اقولش ده غلط ولا صح. انما كمان كان الحاج عامر حسين كان بيتعرض كما تعرض في 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 لحظه ما المجلس الحالي المجلس الحالي مدير لجنة المسابقات لبعض الضغوط اللي يجب ان نتحرر جميعا منها ونمشي في شكل من اشكال الوضوح التام والشفافيه التامه ولا نفكر الا في الكره المصريه. بمناسبه اللجنه الخماسيه في اتحاد الكره الحقيقه من التصريحات اللي انا اتمنى ان شاء الله تلقى تسهيلات لتنفيذها اللي اكد عليه الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكره في انه يناير وفبراير القادمين قد يشهد او سوف يشهد حسب ما اكد عوده الجماهير للمدرجات. دي مساله ده تطور مهم جدا. ادينا شايفين لما قلنا كل الانديه المصريه ما حدش يشارك في اكتر من بطولتين او اكتر من بطوله خارجيا كانت النتيجه انه ما شاء الله اهلي وزمالك موفقين، المصري والبيراميدز موفقين، الاسماعيلي والاتحاد موفقين، يعني ست انديه بتتاهل. فانت عندك ست انديه من ال 18 نادي يعني تلت انديه الدوري ناجحين خارجيا. وانت بتعمل ده الانديه ديت بتواجه منافسات قويه خارج في مباريات الاياب، بتواجه انديه في المراحل المتقدمه بجماهير. الانديه المصريه محتاجه هذا السلاح. المنتخب الاولمبي اللي هيخوض غمار تصفيات الاولمبيه المؤهله لطوكيو الاسبوع القادم مؤكد محتاج كل الجماهير. فلتكن كل هذه الاجواء الايجابيه بدايه لعوده الجماهير للمدرجات، وده اللي يبقى التحول المهم جدا يا باشمهندس في هذا الموسم. رجع كل الجماهير بالسعه اللي الامن يقدر يستوعبها ونقدر نقول ان احنا فعلا الكره بتستعيد عافيتها بقوه. نتمنى. ما عنديش كلمة أقولها غير نتمنى. نتمنى انتظام الجدول، نتمنى انتظام الملاعب، نتمنى عودة الجماهير، وبإذن الله صحوة التحكيم كده يبقى كله تمام إن شاء الله، لأن كل الأجواء إيجابية وكل الجهود واضحة جدا. كل مع المنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام البدري، الكل في ظهر الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي في التصفيات الأفريقية، الجمهور الجمهور هذا العامل المهم جدا جدا. يعني اعتقد ارتباط حتى جماهير الاهلي يا باشمهندس النهارده، تذكرت بمناسبه الجمهور صديقنا العزيز والمستمع الدائم للاذاعه، ولما تسال اي حد مين اشهر مستمع رياضي؟ مليجي حنكو. مليجي حنكو قعد يكلمني اليومين اللي فاتوا مرتين ثلاثه وقال لي ان هو كلمك. كلمني بس للاسف انا كنت كلم الاستاذ شوقي حامد فانا مرتين مش عارف ارد عليه. النهارده بيكلمني بيقول لي للاسف كنت بكلمكم عشان كان فيه واحد في مراحل مرضه الاخيره نفسه يسمع صوتكم. ياه. الحاج عبد ربه عبد الحميد بدر من قريه ايناس تبع اويسنا المنوفيه، ده راجل من قيادات التربيه والتعليم في المعاش، اهلاوي كان بعت رسالة غير طبيعي. قال لي كان في المستشفى وكل شوية يسألنا عليكم وهو في مراحله الأخيرة، ففشل في أنه يوصل لي أو ليك، وأعتقد كلم الأستاذ شوقي حامد. بس الحاج عبد ربه يعني أكتر حاجة كانت بتسعده يكلمنا، وأنت فاكر يقول لك أهم حاجة أسمع زين النوادي قبل ما أنام، وكان من أكتر الناس اللي بتحرص على مناشدتنا أن دي تكون الأغنية الخاتمة. طمني أنت قلقتني كده.
توفاه الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. توفاه الله امبارح، وليجي حنكه فكرني بحاجة، قال لي فاكر لما جينا نزور النادي الأهلي في شهر 3 ضمن الفائزين؟ كان موجود. يا الله، وتصور معانا؟ وتصور وسجل كلمة نفكر حضراتكم بيها عشان نترحم على الحاج عبد ربه بدر، واحد فعلا من اللي كانوا بيحب الأهلي بصدق على ذكر هذه الجماهير، نفكركم بيها. شاكرين قوي على اداره النادي الاهلي وعلى المجله وعلى الاستاذ ابراهيم المنيسي، ويوم مش هيتنسي. انا عندي 72 سنه، كان نفسي في اليوم ده لان انا بموت في الاهلي 72 سنه، فيوم مش هنساه في حياتي. انا حجيت ورحت 7 عمرات، النهارده بضيف بقى حدث كبير، اموت وانا مرتاح والله النهارده. والف الف شكر للاستقبال والحفاوه اللي احنا اتقابلنا بها لحد الان، والله متشكرين قوي قوي قوي. ألف شكر. رحمة الله عليه تذكرته. شوف قيمة الأهلي عند الناس عاملة إزاي، وشوف دي رسالة لينا كلنا يا جماعة، اللي يقدر يعمل حاجة يسعد بيها أي حد، وأولها أن يحافظ على قيم وتقاليد النادي الأهلي وشكله المحترم، ويسعى إلى تحقيق البطولات باسمه وإنه يكبره. لا، الناس دي تستحق الكثير جدا من كل المسؤولين والجماهير والأعضاء كل الناس رحمة الله عليه. الحاج عبد ربه يعني بص، الناس دي ناس جت من أسوان. فاكر اليوم ده انت قلت لي في ناس هتيجي ولازم تكون من المحافظات، رغم انه كان بدري جدا جدا. كل حاجة كويسة بالنسبة لهم عندهم انه يدخلوا النادي الأهلي ويسلموا على مسؤول النادي الأهلي ويتصوروا عند دولاب البطولات ويقابلوا اللعيبة. يعني احنا حريصين حتى في المجلة على رحمة تنظيم الله المزيد من هذه والله يا استاذ ابراهيم، الفرص كمل علشان الناس فعلا تاخد فرصه تقرب من المكان اللي هي بتحبه. لا، وطالما ان ده بيسعد لا ده حاجه. انا يعني اللقطه دي فعلا هزتني جامد قوي. الف رحمه ونور على الحاج عبد ربه عبد الحميد بدر من ايناس مركز اويسنا منوفيه، ولاسرته خالص العزاء. بقول لك لعيبه الاهلي الدوليين غادروا معسكر الاهلي في دبي عشان ينضموا للمنتخب الوطني 9. هم كانوا 10. ايمن اشرف تم استبعاده لانه لم يتم الانتهاء من اوراق سفره، لكن 9 الشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد واحمد فتحي ورامي ربيعه وحمدي فتحي وعمرو السوليه وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشه. عشان كده يمكن ريني فايلر المدير الفني للاهلي صرف النظر عن إقامة مباراة ودية في المعسكر، وهو كمان هيسافر لبلاده في أجازة لمدة 3 أيام. من التصريحات المهمة في المعسكر، مروان محسن مهاجم الأهلي اللي بيتم تجهيزه بعد الإصابة اللي كانت في الوجه، قال تصريحات مهمة ومطولة للموقع الرسمي للنادي، وصف فيها السعدادات الحالية في دبي أن هي جادة جدا وهتعمل تأثير إيجابي مع الفريق. قال أنه فترة التوقف خارج إرادتنا لأنه الأهلي لا يخشى أن يتأثر بها سلبيا بعد ما طالت كثيرا، لأنه الجهاز الفني حاطط برنامج جيد جدا لإزاي يقدر يستضيف أو يستفيد أفضل الاستفادة من هذا التوقف أو من هذه الفترة. قال إن احنا بنجتهد في الملعب وبنبذل كل اللي عندنا، وهدفنا في هذا الموسم حصد كل البطولات اللي هنشارك فيها. مروان سيكون قادر على المشاركة في المباريات بعد ارتداء القناع اللي هيساعدني كتير على خوض المباريات، في التأكيد على انه خلاص راجع ان شاء الله. علاقته بريني فايلر، قال دايما هو بيتابع حالتي منذ الإصابة، بيستفسر عن تطورات علاجي من الدكتور خالد محمود، هو حريص على دعم جميع اللعيبة معنويا. طيب سئل انت ليه منحوس في حتة الإصابات، قال ان انا برفض فكرة النحس كتفسير للإصابات المتكررة اللي بتطاردني، لكنه الإصابات قضاء وقدر من عند ربنا، وإن أنا راضي بيها وبأستعين على تحمل كل هذه الظروف بالصبر والتحدي لاستعادة مستواي اللي كنت عليه. حالة عدم التوفيق اللي بتلازمه في بعض المباريات، قال أنا بنفذ تعليمات المدير الفني وما عنديش أكتر من تنفيذ تعليمات المدير الفني، لأن هو المسؤول وهو اللي بيقدر يكلفني باللي أنا بنفذه في الملعب. قال بالنسبة للجمهور، قال إن الجمهور هو السند الدائم لينا، أنتوا في ظهرنا باستمرار، أنتوا الدعم لينا،
هتفضلوا كده دايما في ظهرنا علشان نسعدكم في اخر البطوله. وده اللي كمان اكد عليه مجدي قفشه في انه هدف الاهلي السنه دي كمان التتويج بكل البطولات اللي هيشارك فيها. قال المنافسه داخل الفريق صعبه جدا، في الاشاره الى عوده صالح جمعه لمستواه والجاهزيه الكبيره للعيبه. قال في احترام متبادل بين فايلر واللعيبه، وده اللي بيعكس حاله الجديه الكامله اللي اللعيبه عليها. قال ان انا ببحث شخصيا عن الكره الجميله اللي تخدم الفريق مش اللي تخدمني شخصيا، وانا قال ان انا مهاريا لا اسعى ابدا للاستعراض. يعني نتمنى ان كل اللعيبه المصابه ترجع في وقت كويس اهو، واتمنى ايضا ان بس التوقف بقى ما يكونش ايه. يعني احنا شفنا صوره جميله قوي، عايزينها تكمل. قفشه بالزي الاماراتي والله حاجات لطيفه. وخلي بالك المعسكر ده واضح انه في اجواء مختلفه هتؤدي الى خلق يعني معنويات جديده بتخرجك عن المسار الممل. صحيح. وده كان هدف من اهداف المعسكر. بيرقص اهو الرأس الخليجي ده، مين ده؟ محمود وحيد ده قفشه. وحتى الربط، يعني انت عندك اكاديميه للاهلي في دبي كانت حريصه النهارده الولاد بتوعها انه يزوروا تدريبات الاهلي ويحضروا تدريب الفريق زي ما هو متشاف. ايوه طبعا. لا هي فرصه طبعا. احمد صديق هو اللي ماسك الفرع بتاع دبي وعامل شغله كويس الحقيقه. والله ده اقل يعني شيء نقدمه لجالياتنا ومشجعينا خارج الحدود. ان احنا نتواصل معاهم من خلال الاكاديميات ثم الزيارات المتكرره، ويا رب بيبقى في فسحه لاقامه بعض المباريات الوديه اللي برضو الجمهور الاهلي متعطش. انت استاذ ابراهيم كنا بنروح السعوديه كنت بتشوف الدنيا. صحيح. والامارات والمغرب والكويت وكل حته رحناها الدنيا كانت بتبقى عامله ازاي. دي الحفاوة الدايمة بالأهلي وهي دي مكانة الأهلي. الحاوي وليد سليمان سأل زميلنا محمد دكروري موفد قناة الأهلي إلى دبي حيث معسكر الفريق عن الأجواء الحالية، عن ظروف الأهلي في ظل العدد الكبير من اللعيبة، عن رؤية ريني فايلر في التعامل مع اللعيبة الكبار، عن تفاصيل كتيرة جدا في حوار مهم مع الحاوي هنشوفه ونطلع منه الفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم. الاهلي نادي كبير جدا ومنظومه تشرف اي حد، واي حد يعني بينتمي النادي الاهلي ده بيبقى فخر ليه. طبعا انا فخر ليا ان انا موجود في النادي الاهلي. زي ما قلت قبل كده ان عشان تعمل تاريخ لازم يكون من خلال النادي الاهلي، تعمل نفسك تاريخ كبير جدا من خلال المنظومه الكبيره في النادي الاهلي. ودي حاجه كويسه لاي لاعب طموح وعنده اصرار على تحقيق تاريخ وبطولات طبعا من خلال النادي الاهلي. وبالنسبه للجيل اللي حضرتك بتقول عليه، جيل القديم، جيل تريكا وبركات وكلهم كباتن كبار طبعا وجمعه ومتعب، كان شرف ليا ان انا اكون متواجد في الجيل ده وعاصرته على مدار كام سنه. الحمد لله قدرت احقق معاه بطولات كتير جدا، وقدرت اتعلم من الجيل حاجات ثوابت موجوده جوه النادي الاهلي، والحمد لله بنحاول دلوقتي ننقلها للجيل اللي هو الجيل الصغير اللي متواجد دلوقتي معانا. وان شاء الله يكون ربنا يعني يحالفنا الحظ والتوفيق وناخد بطوله افريقيا، ان بالنسبه لنا بطوله افريقيا هتفرق معانا وتفرق مع الجيل الجديد ان شاء الله باذن الله. السنه اللي فاتت احنا اعتبر لعبنا في سنه واحده بطولتين افريقيا اللي هي كانت مع كابتن حسام، ولعبنا فاينل وداد وما كانش فيه توفيق ونصيب نكسب، والسنه الثانيه كانت مع مستر كارترون وبرضه وصلنا فاينل، وكانت فيه ظروف صعبه جدا مرينا بيها، كان اصابات ولاعيبه توقفت وظروف اللي هي حصلت معانا بعد الماتش في برج العرب، كان مش عايز اقول احداث كانت صعبه جدا بالنسبه للسوشيال ميديا، وكان في يعني احتقان كبير جدا بين مصر وبين تونس. لكن الحمد لله احنا يعني قدرنا ان احنا نعمل اللي علينا، وكانت النتيجه دي بتاعت ربنا. ده كان موسم بالنسبه لنا كان موسم صعب جدا، كان اول مره في تاريخ النادي الاهلي 13 لعيب بيكون مصاب على مدار الموسم. قابلنا تحديات كبيره جدا على المستوى المحلي، كنا راجعين واحنا يعني عندنا ماتشات مؤجله كتيره جدا، وكان في فرق نقاط بيننا وبين المتصدر، لكن باصرار وعزيمه النادي الاهلي
ويعني التربية اللي تربناها في النادي الأهلي قدرنا نحقق، وما كناش بنبص لأي كلام بيتقال. احنا كان قدامنا هدف ان احنا بنلعب، وكان الكابتن خطيب دايما بيجتمع معانا ولنا احنا قدامنا هدف، ما لناش دعوة بأي حاجة. وفعلا قدرنا نحقق الهدف ونتصدر وناخد البطولة بفارق 8 نقاط تقريبا. ده حاجة كبيرة جدا تحتسب للجيل وتحتسب للإدارة والأجهزة الفنية اللي كانت متواجدة. طبعا كان موضوع صعب، وكان في ضغط جامد جدا على اللعيبه، ودي من سمات لعيبه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي، ان دايما في الظروف الصعبه جدا بتظهر، ومعدن اللعيبه بيظهر، ودايما اللي بيلعب في النادي الاهلي بيقعد سنين يلعب. هو الاوقات الصعبه هي اللي بتخلق تاريخ وبتخلق بطولات وبتخلق نجم يعني في النادي الاهلي. بالنسبه للمواقف اللي بتحصل او النتائج اللي بتحصل في ماتشات زي كده، انت ممكن تخسر عادي بس ما بتخسرش بسكور كبير. دي بتحصل لكل انديه العالم او كل منتخبات العالم، بس بتحصل بيبقى ظرف او هو اليوم مش يومك، وبتحصل كل كام سنه. يعني انت معلش يعني الفرق الكبيره والمنتخبات الكبيره، والمانيا خسر والبرازيل خسر بسكور كبير، بس انا بتكلم دي بتحصل كل كام سنه، بيبقى اليوم مش يومك، وده ده ده العادي، ده العادي بيحصل مع الفرق الكبيره والمنتخبات الكبيره. ده حصل معانا وحصل قبل كده مع منتخب في غانا. الموضوع مش ان دي نهايه الدنيا، لكن احنا طبعا كلاعيبه النادي الاهلي بنبقى مستنيين ان احنا، مش عايز اقول طار والكلام ده، لا مستنيين ان احنا نقابلهم تاني ونقابلهم كاملين ونقابلهم واحنا ما كانش يعني مش مضغوطين، ما عندناش اصابات كتير، لكن الحمد لله احنا دلوقتي الامور تمام جدا وفي استقرار في في في, في, في اه بالظبط. فبتكلم على سان داونز. بالنسبه للتيم يعني في استقرار الحمد لله، في تشكيل ثابت. الفتره اللي كان فيها ما كانش فيه تشكيل ثابت بالنسبه للاصابات اللي كان بتمر بها الفرقه. احنا طبعا دايما مش بنبص لسان داونز بس، احنا هدفنا البطوله. 2013 خسرنا في مصر 3 من اورلاندو وخدنا البطوله، ورحنا اتعادلنا معاهم هناك وخدنا البطوله. هي فرق جنوب افريقيا بيبقى لها سيستم معين للعب، طريقه لعب معينه. علشان كده انا مش موضوع ان انا اقابل سان داونز واكسبه 5 او اكسبه 6. انا بالنسبه لي انا ممكن اقابل سان داونز واكسبه 1 بس اخد البطوله، مش موضوع ان هو سكور. لا هو بيحصل، ممكن سان داونز يخسر من اي فرقه بسكور كبير جدا، يخسر مني 8-7. هو بس بتبقى زي ما قلت لك حاله ماتش، يعني ما بقاش لها توقعات ولا ليها، لا هي بتبقى حالتك في الماتش، ودي بتحصل كل كام سنه لاي فرقه. يعني احنا اتعلمنا لما جينا النادي الاهلي ان عشان تبقى لعيب كبير لازم تكون ملتزم. انت قدوه لاي لعيب بالتزامك بمواعيدك بتدريبك، بانك انت تحافظ على نفسك، تحافظ على المجموعه، مش بتفكر في نفسك بس. دي حاجات كتيره اتعلمناها ولازم احنا بننقلها، زي ما قال لك قفشه ومعظم اللعيبه بيحاولوا يبصوا للعيبه الكبار ان لازم هيقلدك، لازم انت تكون حاجه كويسه جدا عشان هو يقلدك صح. ما تكونش انت حاجه خارج على اللاين او خارج على النظام، هي طبعا هيفكر غلط. لكن لازم انت عشان تبقى تثبت للناس، مش بان انا لعبت ماتشات كتير في النادي الاهلي ولا انا قديم في النادي الاهلي ابقى لا، لازم القديم في النادي الاهلي او الكابتن في النادي الاهلي او اللعيب اللي لعب ماتشات كتير في النادي الاهلي لازم يكون اول حاجه بيحترم نظام النادي الاهلي، بيحترم مواعيد المعسكر، بيحترم مواعيد تدريبات. دي كلها حاجات لازم الناس تتعلم منها. جمهور النادي الاهلي جمهور مثقف وجمهور عارف، ودايما هو اللي بيساند ودايما في ظهر لعيبه النادي الاهلي. يعني كان لعيب جديد ولا لعيب قديم مش موفق، لا ده كله ده جمهور الاهلي على درايه بالموضوع ده. اكيد ممكن تلاقي فيه لسه شباب صغير في جمهور النادي الاهلي مستعجل، بيحب النادي، بيحب ان دايما اي لاعب لابس تيشيرت النادي الاهلي او ينتمي النادي الاهلي يحبه في احسن مكان او يحب يكون هداف. دي كلها حاجات عاديه ضروري، بس هي بترجع لشخصيه اللاعب. انا بالنسبه لي لما بحس ان في ضغط عليا من جمهور النادي الاهلي دي حاجه كويسه، الجمهور بيحبني، هو ما بيبقاش ضغط مقصود يعني، لكن لازم انا اكون على قد المسؤوليه، ولازم اكون انا تفكيري صح، ولازم ان انا يعني عارف ان انا في ظهري جمهور كبير جدا. يعني جمهور النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا، والواحد انا فخور ان انا بلعب في النادي الاهلي وجمهوري جمهور النادي الاهلي. طبعا انا بقتنع بشويه حاجات ممكن اكون صح واكون غلط، بس فعلا
في مقولة أنا قلتها قبل كده، سهل تعمل فلوس بس صعب تعمل تاريخ. التاريخ صعب جدا، واللي بيعمل تاريخ بيتعب جامد جدا وما بيعملوش في سنة. التاريخ بيتعمل على مدار سنين تعب وسنين شقة وسنين بتحرم نفسك من حاجات كتير جدا عشان تحقق بطولة أو تحقق تاريخ لنفسك. الفلوس ده رزق بتاع ربنا، ممكن ما يعني ما بتاخدش رزقك كامل في الكورة، ممكن تاخده بعد الكورة، بدليل إن في لعيبة كتير جدا ونجوم كتير جدا عملوا فلوس كتير جدا بعد الكورة، ما عملوش فلوس في الكورة. عشان كده أنا مقتنع بالحتة بقولك عليها، أنك سهل تعمل فلوس بس صعب تعمل تاريخ. التاريخ من خلال النادي الأهلي، اللي عايز يعمل نفسه تاريخ من خلال النادي الأهلي. الفلوس كده كده هتيجي من خلال برضو النادي. دي بالنسبة للحتة اللي هي حياتك بتتكلم فيها، حتة أن اللعيب اللي يجي النادي الأهلي، يا جماعة النادي الأهلي نادي كبير جدا ونادي بيقدر كل حاجة لعيبته بتعملها. جمهورنا جمهور كبير جدا، جمهورنا جمهور عظيم، يعني مش عايزه يعني اقول كلام الناس تفتكر، لا فعلا جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم. قوتنا وقوه النادي الاهلي في جمهوره، يعني انا واحد من الناس حته ان منع الجمهور لان يحضر الماتشات ده ادى ثقه لفرق كتير جدا، او بالعربي يعني كده يعني جرأ فرق كتير جدا علينا. لكن ايام ما كنا بنلعب بالجمهور والاستاد بيبقى مليان، لا احنا بنبقى يعني ممكن اول ثلث ساعه بنبقى مخلصين الماتش، يعني ما كانش في فرق بتتجرأ علينا من حتى من شمال افريقيا او من افريقيا يعني، او حتى في الدوري. عشان كده انا بقول دايما نتمنى من المسؤولين ونتمنى من الجمهور، احنا دايما عايزينكم في ظهرنا، ان انتوا قوتنا في الملعب وخارج الملعب. ونتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق من ربنا في البطوله دي، ان البطوله غابت بقالها سنين كتير، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ونحقق بطوله افريقيا باذن الله. ويستمر التاكيد على العلاقات الطيبه، ويستمر الحرص على ترسيخ التآخي في قمة معانيه. قبل قليل المستشار تركي آل الشيخ قال تويتة بيعبر فيها عن تقديره الكامل لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، كان من المهم باشمهندس نقولها. قال المستشار تركي الشيخ: أشكر إخواني أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، هم إخواني وأصدقائي وأوجه لهم كل رسائل المحبة والإخوة. كان نفسي أشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب اليوم. كلام محترم جدا، كلام بيدل على ان صدق النوايا وان مفيش حاجه تثابت. مجلس الاداره، كابتن الخطيب، الجماهير، الجمهور قال لك انا واحد من الجمهور. لا حتى لما البعض قال له مش عارف الجمهور يطلع يستقبلك، قال له لا انا ما اطلبش، انا واحد من الجمهور، انا واحد من الجمهور. لا والمبادره بان هو اذا كان في حد اتاذى بسبب هذا الخلاف قال لهم على راسي من فوق، التسامح بقى والقوه، ده اللي انا عايز اقوله. مثل هذه المبادرات بتعكس اولا ديننا بيحض يعني بيحض عليها بيحث عليها لانه خيركم من بدا في اي خلاف. هو الاصل العيش في وئام وود واحترام، ده الاصل. الخلاف هو عرض. ايوه. فلما يكون كمان خلاف يغذيه اصحاب المصالح والتوجهات، وهم بالمناسبه مش موجودين في الوسط الرياضي فقط، لا يعني لو من لا يروق لهم هذا التقارب بين مصر والسعوديه عامه، يعني هتلاقي فيه بعد سياسي، هتلاقي فيه بعد اجتماعي، وهتلاقي فيه بعد رياضي انتخابي، وهتلاقي فيه بعد مش عارف. في ناس زعلانه، يعني في اربع خمس فئات في المشهد. وده من اول يوم المساله واضحه، وهتجد ان اليوم تعليقات حتى الان بتحاول انها تفسد هذه المبادرات. انا يعني شايف ان ده شيء جميل جدا، ولكن ايضا ونحن نثمن ونرحب ونسعد بهذه المبادرات وهذا التقارب وهذا الترحيب المتبادل، علينا دي بقى الكلام لينا احنا كاهلاويه وولادنا ومحبينا ومشجعينا، الا ننشغل بغير الاهلي الفتره اللي جايه. صدقوني لو عملنا كده، لان انشغالنا بالاخرين هو اللي بيعطلنا شويه، هو اللي هيجرنا لورا. فانا عايز ونحن ننعم
بكل بوادر الاستقرار، ونحن ننعم بكل بوادر العمل الفني السليم والعمل الإداري السليم، ونحن متفائلين بفريق محترم وعملية إصلاح كبيرة في القطاع الرياضي في النادي الأهلي. علينا أن ننعم بكل هذا. ما فيش بقى داعي خالص أن نرد على حد ولا نحفل على حد، وأن يكون الرد على المغالطات في الإطار الموضوعي العلمي التحليلي بعيدا عن التحفيل والمكايدة. ده أقوى كتير جدا أنك تاخد اللي قدام. يعني أنا يعني ما يجي في مجاله المهندس مراد مصطفى فهمي، مراد فهمي برضو بيتفتح معاه موضوع نادي القرن. إذا كنت جايب لنا فقرة نأجلها لا نتكلم في وقتها بالتحليل الموضوع مش بالتحفيل. العملية كسب المعارك ليس بالإفهات، كسب المعارك بالحقائق والسرد الطبيعي المنطقي اللي يقنع المنافس قبل ما يقنع نفسك أو جمهورك. أنا عايز جمهور النادي الأهلي يرجع، ويرجع النادي الأهلي حتته. إحنا ناس أصحاب رسالة، إحنا دعاة سلام، إحنا دعاة شفافية، إحنا دعاة التمسك بالخرق الرياضي والفير بلاي اللي عايزين نشوفه بقى في نظام المسابقة، واللي لازم السوشيال ميديا بالذات تاخد بالها منه، لأن الحياة ده متغير مهم جدا وخطير. وزي ما المهندس عدلي أشار، في فئات كتيرة في المشهد الحالي لا يروق ليها هذا التقارب. بالتأكيد حيزكوا ده عبر السوشيال ميديا، لكن كمان هتطلع صفحات مضروبة خصيصا عشان تضرب تحت الحزام وفي توقيتات معينة. كان اللافت والغريب جدا خلال اليومين اللي فاتوا ألاقي صفحات كتيرة ظهرت باسم ملك وكتابة، وفيها ناس عندها قدر من مش عايز أقول أي حاجة، بس عندها قدر كبير جدا من التجرؤ إن تحط صورنا في البروفايل بتاعها الأهلي ملك وكتابة. وحاطين حتى أهو بص، هتلاقي شيمة صابر زميلتنا الإعلامية المتألقة اللي كانت واحدة من نجمات قناة الأهلي وانتقلت إلى قناة تايم سبورت وعاملة تجربة هايلة جدا، حاطين صورها وضربين البرنامجين في بعض، ملك وكتابة أنا وإنت، وحاطين صور شيمة صابر على إنه دي صفحة رسمية، وخد فيها كلام بقى وتوجيه ألفاظ قاسية جدا للناس اللي بيتقال الصدول بيهاجموا الأهلي. ده تمهيدا وتوطئة إنك بكرة تلاقيهم شاتمين أطراف تانية مش على خلاف مع الأهلي. هو ده صناعة الأزمة يا جماعة، صناعة المعارك الوهمية. ملك وكتابة ليست له أي صفحات على السوشيال ميديا، وأنا كل شخصياً أنا شخصياً والمهندس عدلي ملوش صفحة على تويتر، ملوش حساب على تويتر ولا في فيسبوك. لكن ملك وكتابة إن أنا ألاقي صفحات تطلع حتى الاسم وحتى الصور وبتتحدث. أنا سألت شيمة صابر، أنت قالت لي إطلاقاً لأن لي علاقة بهذه الصفحات، ولا أنا متفاعلة معاها ولا أنا مسؤولة عنها، بل إن أنا بقى يعني هضطر ألجأ لأي جهات مسؤولة ما دام الأمر بيساء إلى هذا الحد. فنتمنى هذا العبث، أولا إذا كانت جماهير هي بالفعل أو صحيح إنها جماهير أهلوية وشايفة إن ده ممكن يحقق لها رواج وانتشار، لا ده خطأ لا يجب أبدا الاستمرار فيه. أما إذا كانت أطراف أخرى مغرضة بتعمل ده في أكاونتات فيك علشان في وقت معين هتستخدمها منصات توجيه مشاكل لاطراف تانية، دلوقتي بقى معلش لازم يعرفوا انه مفقوسه ومكشوفه ومرفوضه يعني، وحتى عرضهم لمساءله قانونيه. قد يقول البعض انهم هم بيكتبوا كلام كويس ما بيسيئوش بتاع، عشان في توقيت ما هيضرب الضربه اللي ياخد المصداقيه بعدين يعمل اللي هو عايزه بالظبط حتى من غير حاجه. وهو انا ليه ادعي شرف يعني اخد شرف ليه تقول عني حاجه كويسه انا ما قلتهاش؟ انا بصرف النظر قول على اسمك اتحملها. أيوة بالظبط، وخد الكريدت يا سيدي بتاعها بالظبط، انا متنازل لك عنه بالظبط، لكن ما تقولش ملك وكتابه بتقول بس. فده اللي نتمناه، انه مثل هذه الصفحات تختفي حتى لا نضطر فعلا الى اللجوء للجهات المسؤوله. هي دي مسؤوليه الاعلام، وهي دي اوضاع الاعلام، وهو ده المتغير الجديد في الوسائط الاعلاميه، ودي مشكلة كبيرة. كان فيه مؤخرا المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حضر الندوة الختامية لمنتدى إعلام مصر في نسخته الثانية اللي حملت عنوان الصحافة الجيدة المحتوى والممارسات ونماذج الأعمال.
محمد سراج حضر ممثلا للنادي الاهلي. الموضوع الرئيسي للندوه كان عن الاعلام الرياضي وازاي يصل الى ممارسه مهنيه تحاصر التعصب. قال المهندس محمد سراج في الندوه ان المسؤولين في الانديه يقع على عواتقهم المسؤوليه الاكبر في عناصر المنظومه الرياضيه، خاصه ان اي مشكله تخرج من هؤلاء المسؤولين قد تتسبب في ازمات كبيره للمنظومه بالكامل. وقال سراج ان مفهوم الرياضه والاعلام يتمحور حول التقارب وتقديم رساله ساميه، وان التنوع في الاعلام الرياضي شيء جيد جدا، لكن في صعوبه في الرقابه عليه بسبب تعدده، وهو ما يستلزم ضروره وضع معايير للعاملين في هذا المجال، لانه جزء قد لا او جزء لا يتجزا من المنظومه الرياضيه. واضاف عضو مجلس اداره الاهلي: غياب الجمهور عن الملاعب من اكبر العناصر التي تتسبب في ضرر للمنظومه الرياضيه بالكامل لما تشكله من ازمه في الايرادات، الى جانب وده المهم والاخطر انه بينقل حده التعصب الى اماكن اخرى زي السوشيال ميديا والقنوات الفضائيه. يعني الناس ما بتروحش الملعب، ما بتعبرش عن مشاعرها في المباراه، فبتنتقل او تروح يا باشمهندس الى القنوات الفضائيه والى السوشيال ميديا كسطح من الاسطح الاعلاميه المتعصبه. هو بس عجبني انا طريقه الفهم والتداول للمهندس محمد سراج، وعجبني ان ياتي هذا الفهم من احد العناصر الشابه اللي في مجلس الاداره والكوادر الشابه. بالاضافه الى قدرات كثيره كمهندس وكاستاذ في الجامعه الامريكيه وراجل مسؤول عن المنشات الرياضيه والدبلومات، لكن في رجاحه صحيح. في رزانه ورزانه. وده بيطمنك اكتر على كوادر النادي الاهلي صحيح. ما يطلعوش يقولوا العيبه، ما يطلعوش يقولوا كلام ملوش لازمه. فانا يعني طبعا هو لمس نقط مهمه جدا جدا ومؤكد، انت يعني بتقراها عشان تؤكد عليها صحيح. وبمناسبه المهندس محمد سراج بنقول لوالدته الاستاذه الدكتوره ملك الطحاوي استاذ الاجتماع، واذا كان محمد سراج اهلاوي لا الدكتورة ملك الطحاوي الدكتورة لا هو ما يجيش جنبها أي حاجة، فبنقول لها لأنها بتمر بظروف صحية ألف ألف سلامة عليها، وإن شاء الله تقوم بألف سلامة بإذن الله. بإذن الله ربنا يطمن عليها. أهلوية عميقة جدا يعني جدا، وهي أو زوجها اللي هو زكريا سراج الاثنين تعرفوا إزاي ينجبوا كادر أهلاوي مهم جدا في قيمة محمد سراج طبعا. فألف سلامة للدكتورة ملك الطحاوي. الكلام عن الإعلام والإعلام الرياضي بالتحديد اللي اتكلم فيه محمد سراج، الحقيقة هذا الأسبوع أنا تابعت حلقة الكابتن وليد صلاح الدين مع الكابتن إسلام الشاطر، كانت سهرة الحقيقة مهمة جدا عند الجماهير، هنشوف فيديو منها يقودنا إلى قضية مهمة ربطا بهذا الموضوع. يستحيل أسيء للنادي الأهلي، مستحيل. جماهير النادي الأهلي دي على راسي من فوق، انا يعني لو زعلت حد ما تزعلوش مني، يعني حتى لو في ناس زعلانه حتى وهي فاهمه غلط فانا بعتذر لهم، ما اقصدش. النادي الاهلي ده بيتي، وجمهور النادي الاهلي ده هو اللي عملني، وهو اللي عمل شهره وليد صلاح الدين وكل اجيال النادي الاهلي، فما فيش، مش هيبقى فيه مزايده. ومن خلال اسئلتك برضو هوضح وجهه نظري، يا رب الناس يعني يا رب الناس تقتنع بوجهه نظري اللي انا قلتها، لان انا دخلت الاعلام يا كابتن اسلام سنه 2004 مع الكابتن شوبير في قناه دريم. اول حاجه كنت لسه مبطل كوره، فقال لي تعالى كده ايه اما اجربك تحلل ماتش الاهلي، ماتش الاهلي والمنصوره باين، ولا كان ماتش كده، وكان مستر مانويل جوزيه. فقلت له الشوط الاول 2-0، حصل 2-0 بين الشوطين. مين اللي كان بيلعب باك رايت؟ النجم اسلام الشاطر. مش فاكر بس اكيد انت 2004 طبعا. قلت له الشوط الثاني مستر مانويل جوزيه هيعمل كذا 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 كذا، وهتطلع النتيجه 4 أو 5. فالمهم ايه، حصل الكلام ده، فقال لي ايه ده مش ممكن، انت ايه البدايه دي. كملت من 2004 لغايه 2019 دلوقتي 15 سنه في العمل الاعلامي، عمر ما حصل مشكله، عمر ما جمهور نادي الاهلي زعل مني، عمري ما قلت اي حتى لفظ. يمكن يا كابتن وليد جمهور النادي الاهلي الفتره اللي فاتت تحديدا كان محتاج دفء، محتاج مسانده، محتاج مش محتاج حياد قوي، يعني لان هو في حياد في الاعلام اطلاق. وده اللي بيقودنا لمناقشه ده الحقيقه، لانه
اذا كان وليد صلاح الدين حس انه جمهور الاهلي زعلان منه وانه ما كانش ينفع الا ان هو يكون محايد، حازم امام تعرض لنفس ده، لنفس اللوم ونفس الرجم من الاعلام الزملكاوي، وقال اصل انا كان لازم انا اكون محايد. نفكركم لانه القضيه مش اهلي بس، نفكركم باللوم اللي وجه لحازم امام. طبعا ده امر بيخلينا نتكلم ويفتح ملفات لبعض النجوم اللي يمكن ما وقفوش جنب نادي الزمالك خلال الموسم اللي فات، في حين ان هناك عناصر اخرى ويمكن اسماء اخرى. انا مثلا انا كاحمد جمال، انا يعني معلش انا لو قسنا نجوميه، لا حازم امام في حته ثانيه، انا بتكلم بمنتهى الواقعيه. انا اطلع مثلا احب نادي الزمالك او اتكلم باسم نادي الزمالك في برنامج الزمالك اليوم اكتر ودافع عنه وادفع ثمن انا او غيري من النجوم اللي بيبقوا موجودين، مثلا انتوا عارفين طبعا ايه اللي بيحصل في ردود الافعال، اكتر من نجوم هم اصلا نادي الزمالك اللي عملهم وصنع شعبيتهم. ده سؤال بيفرض نفسه الان على الساحه وعلى كل المواقع وعلى كل السوشيال ميديا. كمان شوف عشان يكون مفهوم معنى الحياد اللي مش موجود ايه من وجهه نظر انا، هو مطلوب ان تكون محايد. محايد يعني ايه؟ ما تغلطش، يعني الا تكون مغالطا وانت تحلل الاحداث، ما تجيبش احداث تدلس عليها وتقول عشان انا منحاز لناديه، لا مش عايزينك تدلس، مش عايزينك غير انك انت لما يكون في قضيه ها وتشعر بغيبه تمثيل راي النادي الاهلي على الترابيزه انك انت تكون ممثل هذا الجانب. واعتقد الكابتن وليد وهو حسن النيه مؤكد يعني يملك من الادوات انه كان يرد كما يتوقع منه الجمهور. وعلى اي حال احنا عايزين خبير يفهمنا عشان ما نقعدش كده نقول راينا. طيب هل في حياد في الاعلام ولا لا؟ هل اداء هؤلاء النجوم يلزمهم بهذا الحياد؟ وهل فعلا في حياد ولا المفروض تكون في موضوعيه؟ لا ينبئنا قدر خبير، وخبيرنا الاستاذ الدكتور حسن عماد عميد كليه الاعلام الاسبق واستاذ الاجيال في الكليه. دكتور حسن اهلا بيك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتور، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا ابراهيم، بيه ازاي صحتك؟ تحياتي وتحياتي للمهندس عادل القيعي. الله يخليك، تحياتي كبيره جدا للمهندس عادلي. والحقيقه هو بيتكلم في الاعلام احسن مني، هو كل حاجه تقريبا يعني. والله يا دكتور يعني الحمد لله ان نجحنا في التواصل مع حضرتك، لان احنا محتاجين فعلا الناس تفهم بهدوء الحته دي عشان ما فيش طرف يظلم طرف. شوف حضرتك، هو يعني الحياد الكامل، الحياد الكامل في الاعلام ده غير موجود. يعني لا يوجد اعلام محايد، لكن من الناحيه الموضوعيه بيبقى في اعلام موضوعي، يعني بمعنى ان انا ما تحيزش قوي لرايي الشخصي، لكن احاول ان انا اجمع الحقائق كلها ويكون عندي يعني مقدمات تؤدي الى نتائج حتى يكون هناك اقناع للمتلقي بشكل واضح. واعتقد ده اللي بتمارسه بالفعل قناه الاهلي بشكل واضح جدا، ان بتقدم خلفيه معرفيه للمشاهدين بشكل جيد جدا، بتعتمد على اهم حاجه في الاعلام اللي هي المصداقيه، المعلومات صحيحه وموثقه ومبنيه على شهادات من مصادر موثوق فيها، وبالتالي ما بيبقاش فيه اي مجال للطعن او اثاره العواطف او يعني الهجوم الذي ليس له علاقه بالعمل الاعلامي الحقيقي. دكتور حسن، انا لاحظت ان انت حضرتك امبارح تقريبا قلت انا بقول لزمايلي او تلاميذ اللي انا بدرس لهم 40 سنه الحياد في الاعلام ان انا اسف ما فيش حاجه اسمها اعلام محايد. ده ليه يا دكتور؟ لان بالفعل الاعلام، لا اكيد اكيد من منطلق البي بي سي واللي حاصل منها. لا طبعا، يعني الاعلام المحايد تماما غير موجود، لان الاعلام بيتاثر بنمط الملكيه، باساليب الاداره، يعني عوامل كثيره جدا، سياسات تحريريه بتختلف
وبالتالي ما فيش حاجه اسمها حياد كامل، لكن احنا بنقول بدل الحياد يبقى عندنا قدر من الموضوعيه وقدر من المصداقيه. ودي طبعا بتيجي بالتدريب وبتيجي بالخبره وبتيجي بامتلاك المعلومات. المعلومه هي الاساس يا استاذ ابراهيم في تقديم عمل اعلامي جاد وعمل اعلامي رصين يكسب حتى يعني الاقناع من جانب المنافسين، مش لازم حتى من انصاري، لا المنافس ايضا هقدر ان انا اكتسب احترامه نتيجه ان انا بقدم معلومات عليها شواهد من مصادر موثوق فيها، معلومات مؤكده. فهو ده اللي بيعطي القيمه للعمل الاعلامي ويعطي قيمه ومصداقيه ايضا للقناه. دكتور يعني حسن، ليس بالصوت العالي وليس بالكلام العاطفي اللي هو في النهايه يعني لا يؤدي الى حقائق يعني. صحيح. دكتور حسن، يعني لابد ان نمتز تواجدك معانا عشان مسؤوليه الكلمه وكيف يمكن التعامل معها، وهل يعني من السليم ان احنا نترك الكلمه الى اقصى مدى دون حساب ودون ردع ودون لجام، ولا هي الحريه المنظمه ببعض القيود؟ لا يا فندم، الحريه دايما بيقابلها مسؤوليه، والكلمه مسؤوليه، والكلمه امام وسيله من وسائل الاعلام الجماهيريه الكبيره زي التلفزيون بيشاهدها مئات الالاف او ملايين الاشخاص، لابد ان يكون لها حساباتها. الكلمة أحيانا بتؤدي إلى حروب بين الدول، وإحنا عانينا من مشكلات كبيرة يعني مع بعض الدول زي الجزائر مثلا بسبب بعض الخروج عن المألوف ويعني عدم التدريب والممارسة المهنية الحقيقية، أوقعتنا في مشاكل كنا في غنى عنها بشكل كبير. الكلمة زي ما حضرتك تفضلت هي مسؤولية ومحتاجة طبعا إلى معرفة قوية، ومحتاجة إلى احترام المتلقي اللي هو متنوع تماما من ناحية المستويات العمرية، من ناحية أماكن الإقامة، من ناحية الانتماءات العرقية والدينية والطائفية. فبالتالي لازم الكلمة تراعي مسؤولية مخاطبة جماهير متعددة. طيب في الإعلام الرياضي يا دكتور، وحضرتك متابع بالتأكيد أنا عارف للشأن الإعلام الرياضي كله، عندنا إشكالية نجوم الكرة وانتماءاتهم اللي هم خارجين بيها، يعني هو بيقعد قدام الشاشة أو قدام الكاميرا على خلفية رياضية طويلة بتمثل نجم معين، هو بيقع في إشكالية الاختيار ما بين أنه هو يعتقد أنه المفروض يكون محايد وما بين أنه هو يعبر عن مشاعره لجمهوره كرياضي، الفصل بين الاثنين ايه؟ هو الحقيقه في مشكله كبيره يا استاذ ابراهيم. ان البعض بيعتلي منصات اعلاميه دون يعني تدريب مسبق او دون تاهيل مناسب. هو بيتعامل مع وسيله بتخاطب ملايين الاشخاص. النجوميه في الملعب شيء مفروغ منه، شيء مطلوب طبعا وشيء جيد، لكن العمل الاعلامي ايضا له اصوله وله يعني اعتباراته الخاصة. فأنا بتمنى أن اللي يعتلي الشاشات لابد أن يكون لديه حد أدنى من الخبرة ومن التدريب ومن امتلاك المعلومات، أن المعلومة الآن هي الأساس. يعني المسألة ليست بالتعصب وليست بالصوت العالي وليست بال يعني المشاحنات مع الآخر، بالعكس أنا مع المهندس عدلي في أن الكلام الهادئ الرصين وكل ما يقدم حتى في برنامج ملك وكتابه مثبت بالدليل بالصوت والصوره، وده شيء يعني بيعطي هذا البرنامج مصداقيه كبيره جدا وبيجعله فعلا من افضل البرامج التي تقدم على الشاشات ضمن البرامج الرياضيه. قناه الاهلي قناه رصينه، قناه لها اصولها مستمده عراقتها من عراقه النادي الاهلي نفسه ومن تاريخه ومن ميراثه ومن احترام الناس ليه بشكل كبير. المسألة ليست فقط البطولات الرياضية وإنما التاريخ والتواصل الحضاري الذي يعني أثبته هذا النادي وأكسبه هذه الشعبية الجارفة. دكتور برضو ما احنا عايزين نتكلم بشكل علمي، الحقيقة هي فرصة. الفارق بين المعلومة
ووجهة النظر وكيفية الفصل بينهما وأهمية هذا. ومعلش، وهل من حق مقدم البرنامج انه يعني يقول وجهة نظره يدافع عنها كأنه يعني صاحب معلومة؟ لا، هي المعلومة عدل بيه هي الأساس، يعني ان يعني كل ما يقال لابد ان يعني يستند الى معلومات، ومعلومات دقيقة، وكلما كانت المعلومات ايضا مستندة الى ارقام او الى احصاءات ده بيكون افضل، لانه بيؤدي الى الاقناع العقلاني وليس الاقناع الناتج عن يعني اثارة عاطفية. الإثارة العاطفية سريعا ما تزول. إذا كان الموضوع بيحتمل وجهات نظر متعددة، فمن يعني دواعي العمل الإعلامي الرشيد أن أعرض وجهة النظر المختلفة، يعني حتى ولو كانت وجهات نظر يعني بها بعض الشرط لابد أن تعرض، وفي النهاية الحكم يكون للمشاهد، لأنه هيستند إلى دقة المعلومات وهيستند إلى مصداقية المصادر، هو برضو المعلومة مرتبطة حضرتك بالإشارة إلى مصادرها هذه المعلومة. طبعا. طب هل من حق المحاور أو الذي يدير الحوار أن يدلي بدلوه وبرأيه، ولا يعني إذا أدلى بدلوه يقول ده رأيي، ولا يعني يقولها وكأنها حقيقة مسلم بها؟ لا لا، من حقه أنه هو يقول رأيه، بس يقول أن ده رأيه، هيقول أن ده رأيه أو وجهة نظره، وده اللي بنشوفه دايما حضرتك حتى في القنوات الأجنبية، مفيش حد بيحتكر الحقيقة أو بيمتلك الحقيقة، تبقى في النهاية كلها وجهات نظر، بقول أنا بعتقد، أنا من وجهة نظري الشخصية بأرى كذا، فالمسائل بتبقى يعني قابلة للأخذ والرد، وفي النهاية المعلومات بتكون متاحة أمام المتلقي، وهو الذي يقرر في النهاية يكون مع من وضد من. الإعلام الرياضي في الشق بقى الحديث يا دكتور فيما يخص السوشيال ميديا كوسائط إعلامية حديثة، أكيد عاملة لكم كمان أكاديميا دوشة كبيرة، بس هل فعلا من أي تعرض ليها يضبط إيقاعها شوية؟ يعني هو التعرض بيتم من خلال يعني تنفيذ قانون العقوبات الطبيعي، أعتقد إن لو في صفحة معينة أو موقع يعني اخترق الحدود المسموح بها، من حق الدولة عن طريق وزارة الداخلية انها توقف هذا الموقع، ويعني تحيل يعني القائم عليه الى التحقيق والى المحاكمة، لكن الحقيقة ده مش مفعل عندنا في مجتمعنا، الموضوع في حالة من الفوضى شوية وحالة من التسيب، لان احنا مش بننفذ القانون كما ينبغي. للأسف يا دكتور، وسعدنا بآراء ووجهات نظر حضرتك جدا. اشكرك عدل بيه، وانا دايما بتعلم منكم الحقيقه وحريص دايما. انت استاذنا يا دكتور، انت استاذنا اللي بنسعد وبنفخر بيه. تواضع العلماء يا فندم، نموذج للبرامج الرياضيه. دي شهاده نعتز بيها من استاذنا واستاذ كل الاجيال الحقيقه. اشكرك يا فندم. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور حسن عماد، العميد الاسبق لكليه الاعلام، واحد من الاساتذه الاجلاء. اوعى تصدق اللي قالوا علينا والا هتتغر. لا، هصدق انه ملك وكتابه يكتسب ثقه المتخصصين من التزامه بالمعايير المهنيه اللي دايما وابدا بنكون حريصين عليها. يمكن اول ما ظهر البرنامج قلنا احنا بنختلف مع المكتوب وليس مع الكاتب. بالظبط كده. احنا مش هنلقي باي اراء جزافا، مش هنطلق اي اتهامات لاحد، فقط بنستعين بالدليل، والدليل النقلي دايما وابدا كان هو الثابت وهو الدائم. ملك وكتابه اول برنامج ظهر على اي شاشه فضائيه في مصر يستخدم فكره فيديوهات البرامج الاخرى. بدايه البرنامج ما كانش حتى كل البرامج العامه، مش برامج الرياضه فقط. يعني في يوم ما هياخد حقه ان هو صاحب هذا. بالظبط، كان له هذه الاسبقيه وله هذه الرياده في استخدام هذا الدليل النقلي عن البرامج الاخرى. استناد الامر الى كلمه وصوره. بالظبط. فكان الحرص على الدليل النقلي والدليل العقلي. الدليل العقلي دايما وابدا كنا بنقول لكم يا سيدي احنا باستمرار لا نملك ولا نحتكر الحقيقه. احنا بنقول وجهات نظر مدعمه ببعض الفيديوهات، مدعمه ب
احصاءات مدعمه بوقائع تاريخيه، مدعمه بوقائع بيحكيها المهندس عدلي، املا في الوصول الى الدليل العقلي. تصدقنا هنبقى فعلا سعداء جدا. ما تصدقناش هنبقى على الاقل بذلنا مجهود في تصحيح المفاهيم. كثير ما بنكلم الجماهير الاخرى ايوه وبنقول بنوجه كلامنا عليه وفكروا في اللي بنقوله وخدوا موقف منه. وبيجينا ردود افعال كثيرا ما بيكون الكلمه ليها مصداقيتها حتى عند المنافس. ده اهم حاجه استاذ ابراهيم، وده اللي عايزين نقوله، لان هي رساله الاعلام في كده، لانه مؤثر على المجتمع. وخطورته فين؟ خطورته ان انا حتى فيما يخص المكتوب ابص الاقي، وده يعني اتمنى استاذ دكتور حسن عماد اشار لجزئيه انه وصلت الحاله بين مصر والجزائر في تصفيات كاس العالم من قبل الى حد الاحتراب العنيف وسحب سفير وقطع علاقات وتجميد علاقات اقتصاديه مهمه بسبب مباراه كوره وجدت في بعض الاستوديوهات تداول غير صحي، فعلا يشعل النار ليها، وتداول غير صحي بفيديوهات وكان غير ومعلومات كاذبه اشعلت النار. يعني صور في سياق اخر خالص واستخدمت كانها حدث بالامس واشعلت الامور. الاعلام الرياضي طيب برضه هنا المشكله بقى. لماذا لا يتوقف احد ولا يحاسب احد؟ لماذا؟ ولو باللوم العلني. أيوة. انت ممكن على فكره في ناس الكلمه العلنيه عندما توجه اليهم اللوم العلني اقصى من اي جزاء مادي. فهمني؟ يعني ده حتى مش موجود. يعني لماذا؟ وكنا ابتدينا في من خلال لجنه الاعلام المعايير ضبط الاداء الاعلامي، ضبط الاداء الاعلامي، كنا ابتدينا نوع من الحساب وبعدين مره واحده الملاحقه. يعني عايزين الامور تستمر، عايزين الناس تشيل هم كلمتها. لازم كل واحد يبقى شايل هم الكلمه اللي هتطلع من بقه. هي المشكله يا باشمهندس في استسهال الاعلام. ما هو الاستسهال نتيجه ايه؟ يعني ان كل شيء مخبول. حسن عماد بيقول لك ايه؟ يا جماعه ما هو لازم الناس تفهم انه اي حاجه ليها محددات ومعايير واخلاقيات وضوابط. يعني مش اي حد هيروح يمسك مسطره ويرسم عماره ما هو ويصمم مبنى. ما هو ده بيتوقف على ايه يا استاذ ابراهيم؟ هو انت عايز ايه من البرنامج اللي انت بتقدمه؟ عايز انك تعمل رساله، عايز انك زي ما تقول كده تؤكد على حقائق وترد عليها بشكل موضوعي، ولا عايز انك تلعب على مشاعر وتكسب جماهيريه؟ انت عايز ايه؟ لما بتبقى عايز الاخيره دي بتنقي الناس اللي ما هي ملهاش دعوه بالنواحي الموضوعيه ولا المصداقيه، وربما بعضهم يعلم انه لا يقول الحقيقه ويقولها ويستسهلها. لان برضه غيبه الحساب. صحيح. وفي جزئيه الرياضه والرياضيين والنجوم الكبار، الاشكاليه اللي بيقع فيها النجم الرياضي ان جمهوره عايزه يدافع عن ناديه، وهو يقول لك انا المفروض اكون لازم الحياد. هي الفكره ما حدش هيلزم الحياد. وزي ما الدكتور حسن عماد قال، اي رساله اعلاميه بتتاثر بحاجات كتيره، اهمها علاقه الملكيه. انت في قناه معينه، القناه مملوكه لشركه ما، ده الاعلان نفسه له تاثير مباشر، فما بالك بالنمط الملكيه والمالك نفسه للصحيفه او للقناه مؤكد انه كل ما هيصدر عنها هيخدم وجهات نظر المالك. صفحه كام في كتاب لا يعني دي بديهيات ابراهيم والله. يا جماعه كان من اوائل دفعته يعني هي دي بديهيات. فبالتالي يعني هات لي اي وسيله اعلام تخالف راي المالك او لا تخدم توجهاته. مش 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 بالضروره. ايوه ما ده اللي انا بقوله بالزبط. بقى طب المالك بقى ده نفسه هو بيوجهك لايه؟ ما هو انت من حقك تختار برضه يا استاذ ابراهيم. يعني انا لو طلع وحد قال لي دلوقتي في اطلع اشم في فلان مش هعمل كده طبعا. هي دي بقى هي دي مش مطلوب من النجم اللي موجود في الاستديو لما الاهلي يساءل اليه، لو هو نجم في الاهلي يرد، مش مطلوب منه. لكن اللي مطلوب منه ومن غيره انه يرد على اي خروقات اخلاقيه بتحدث. يعني ممكن يساء لنادي الزمالك ونجم الاهلي موجود، لازم يبدي تحفظه على الخطا اللي حصل.
او العكس، لان في ايذاء لمشاعر المتلقي، العشرات الالاف اللي قاعد بيتفرج عليك. ده متلقي متنوع، في جمهور اهلي وجمهور زمالك وجمهور ملوش في الموضوع وجمهور مختلف. يا استاذ ابراهيم ننكد على الناس؟ لا انا بس حبيت افصل بين حته، انا ارد عشان انا اهلاوي، فلو اتشتم او اسيء للمنافس ما ردش، انا هو اللي يرد على ما يخصه. لا، كل زميل موجود في استوديو او موجود قدام كاميرا او عرضه لاي وسيله اعلاميه لازم يكون حارس امين على القيم والاخلاق، لازم يكون حريص على قيم المجتمع. افرض اسيء لواحد في لونه او في شكله او في دينه او في عرقه، لازم يرد، لازم يرد كحفاظ على القيم الاخلاقيه نفسها. فهي القضيه مش قضيه انا ما ردش عشان ما في واحد من الزمالك يرد على الزمالك، لا، الاهلاوي يرد على الخطا اللي حصل ايا كان بيحق في مين. مش ابدا تحت ادعاء لازم اكون محايد فاسمع الخطا اللي بيقال على الاهلي ورموز الاهلي وتاريخ الاهلي واسكت لان انا المفروض اكون محايد. لا، انت لازم لو الخطا كان في حق الاهلي ترد، لو كان في خطا في حق الزمالك ترد، والزملكاوي يرد. باب عدم قبول الخطا، وهذا مبدا، خطوره تلوين الاخلاق. يا استاذ ابراهيم دي حته بتتجاوز كمان الموقف المهني، هي ليها علاقة بقيمتك انت كإنسان. لازم ما تقبلش إلا الصح. بالظبط. حاجة غلط بتقال قدامك، لا، هنا ما فيش حياد، انحاز للحق والحقيقة إذا كان عندك، إذا كان عندك المعلومة المؤكدة. نرجع بقى عشان إيه نحسم حتة الموضوع. الجمهور بقى، حتة الجمهور. طب بس يعني الأول أنا... عشان أنا عايز أقول يعني عشان ما ياخدناش البتاع ده، فيما يتعلق بالكابتن وليد صلاح الدين، وهو رجل ثعلب، أمير الموهوبين، وموهوب صحيح، وأهلاوي نحرص عليه طبعا، كابتن ويحرص علينا. أيوه. أنا أعتقد إن البرنامج ده رغم إن أنا كنت متخوف عليه في البداية، متخوف من ردود الأفعال كمان، وهي ابتدت كده، لكن في النهاية هو أعتقد إنه استطاع أن يكسب بعض الأرض من هذا اللقاء، وأعتقد إن هو برضه هيخلي باله من الناحية المهنية، مش عايزينه يندفع بقى ظالما او مظلوما، لا لا، عايزينه هو عارف بذكائه ايه اللي الناس كانت زعلانه منه وايه اللي الصح يعمله. وهو راجل يعني انا بقول كابتن وليد من الـ 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 القيم الرياضيه الاعلاميه الاهلاويه التي يجب الحفاظ عليها وتنميتها. صحيح. على ذكر الصحافه ودورها برضو أو تأثيرها في حتة الفرقة بين الجماهير، كاريكاتير للفنان عمرو سليم في المصر اليوم. طيب الاتحاد السكندري كسب البطولة العربية للباسكت، احنا هنيناه هنا في ملك وكتابة الحلقة الماضية، فلاقي الكاريكاتير مكتوب خبر عاجل يا فندم، أحد لاعب الأهلي يعطس أثناء التمرين، أحطه بدل خبر فوز فريق السادلة الاتحاد السكندري بالبطولة العربية. هو بيتكلم على واقع الصحافة الرياضية التي لا تبرز مثل هذه الانتصارات للاتحاد السكندري بالبطوله العربيه، ويرى ان هي بتكثف وقتها ومساحتها للاهلي حتى لو كان خبر عن لاعب عطس. يا اخي برضه الاستاذ عمرو سليم ده غريب. ايه المفارقه او ايه الربط هنا؟ مالكم لعيبه الاهلي؟ ليه لعيبه الاهلي ضد الاتحاد السكندري؟ وليه الاهلي ضد الاتحاد السكندري؟ ومين قال ان الصحافه الرياضيه في مجملها متفرغه بمساحتها للاهلي وشؤونه واخباره؟ طب ما تبصوا، مش شايف الرياضه عامله ازاي؟ امسك انت الجورنال بتاعك اللي انت حاطط فيه الكاريكاتير وشوف مساحه، المساحه المخصصه للاهلي ايه والمخصصه للفرق الثانيه ايه. ده لسه بنتكلم في المعايير، ده بره المعايير خالص، وده يروح للمنطقه الشعبيه، المنطقه اللي بين الجمهورين. يعني كفانا فعلا ما حدث بين الجماهير سواء الاهلي مع بورسعيد. تعرف كان يقدر يعملها ازاي لو هو راجل من جواه فعلا عايز يعني يدافع عن حق الاتحاد السكندري، كان يقدر يقول لك في لعيب كوره عطس في التمرين. لكن هو الاهلي، هو عايز يصدر لجمهور الاتحاد ان لعيبه الاهلي بتاخد حق هذا كلام يعني يبان بسيط، لا مش بسيط. فنان موهوب زيه ومتكرره منه التصرفات دي. ايوه. هذا انحياز كامل لمشاعره. وانحياز بتقليب للجماهير. في منطقة حساسة جدا، جمهور الأهلي وضد جمهور الاتحاد السكندري.
بادعاء ان الصحافه واكله حق الاتحاد السكندري في الفوز بالبطوله العربيه للباسكت وبتتفرغ للاهلي فقط. ده كلام؟ ونسال على المعايير ثم نسال لماذا تتوتر الجماهير وتضيع العلاقات. هو زملكاوي وبامر متكرر، لكن يعني احنا بقى لو بنتكلم على الحياد المهني ما تعممها. ما تقول الكوره بتاكل الباسكت ماشي، لكن ايه الاهلي؟ ايه اللي بياخد الاهلي زياده؟ هي فين صفحات فين الاعلام الاحمر دلوقتي والاعلام ما فيش. ده كان هدفنا، ارجوكوا لا تلونوا الاخلاق. ما يحدث من خروقات استاذ ابراهيم تمس الاخلاق. اول ناس في مصر باركت للاتحاد السكندري واعلنت خبر فوزه بالبطوله العربيه ملك وكتابه هنا، وحاولنا الاتصال بالاستاذ محمد مصلحي لتهنئته على الهواء، تهنئته كان تليفونه مقفول لانه كان ساعتها في الملعب بيحتفل. لكن احنا اول ما جالنا الخبر قطعنا استرسالنا ومواضيعنا وازفينا هذا الخبر لانه يهم مصر كلها. انت حتى وليد صلاح الدين امبارح ولا اول امبارح وهو بيتكلم قال انا لما مشيت من الاهلي كان لازم اروح مكان بيحب الاهلي، فكابتن الاهلي وخارج من الاهلي، فقال ان انا فضلت من كل العروض عرض الاتحاد السكندري عشان عارف قد ايه اسكندريه طبعا الاسكندرانيه بيحبوا الاهلي وقد ايه جمهور الاتحاد مرتبط بالاهلي. فدي مساله ارجوكوا تاني كفايه اللي حصل في بورسعيد وكفايه اللي بتحاولوا تعملوه ما بين الاهلي وخط القناه عموما. كفايه أحد تقاليد الكره المصريه كان يبدا الموسم بمباراه وديه بين الاهلي والاتحاد السكندري في اسكندريه. لا، ومن هنا اتت الشعبيه الجارفه للاهلي داخل الاسكندريه، لان طبعا التاريخ، ما التاريخ بقى هو اللي احنا لسه بنستند الى تاريخ، ما حدش هيطلع يقول لك لا يا حبيبي ما حصلش. فطبعا ارجو من كل الناس يا جماعه الموضوع، احنا بنفتح الموضوع ده عشان نساهم في ضبط الاداء شويه. احنا بنوجه جماهيرنا دلوقتي بالظبط، هو الهدف الجمهور. يعني ساعدونا وساعدوا نفسكم، وافتكروا انه زي النهارده ولكن في 4 نوفمبر 2004 الاهلي فاز على الزمالك 4-2، كان في الدوري موسم 2004-2005، سجل ابو تريكه هدفين وهدف لجيلبرتو وهدف لعماد متعب. نفكركم بقدرة جميلة يحطها لأحمد حسن، عايز يشوط ولا هدف الأول ولا هدف الأول، عايز يعدي واحد شمال وعدى وعدى ومعاه سنتين والعرضية خطيرة، يا نهار أبيض، الله 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 عليك يا أبو تريكة، يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا موجة. ضربة جزاء جمال حمزة هوبا، الله عليك، قلت راجع لورا، جيلبرتو والهدف، الله الله عليك يا جيلبرتو، الله 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 عليك يا جيلبرتو، في الشمال في اتجاه جيلبرتو، ارضيه منتهى الخطوره ولسه ومتعب بيلم بيدور ولا هدف الرابع، يا نهار ابيض، ادى الاشاره مصطفى تشوكو هوبا يا ولد العيب، الله الله عليك يا لعيب، حلوه. ما فيش يوم بيعدي الا من الاهلي سايب بصمه كرويه جميله، والحقيقه كلها اجوان اجمل من بعض وبعوده يا اهلي. طيب هنشوف حاجه زي النهارده كمان، لكن فيما بينهم الكاريكاتير، لانه الحقيقه كاريكاتير عمرو سليم في الضرب ما بين الاهلي وجمهور اسكندريه خلى الزملاء في الاعداد بيرجعوا لنا فتره طويله لورا لعمرو سليم نفسه وهو جايب كاريكاتير في مصر اليوم ساعة رفع تجميد عبد الله السعيد بدل الاهلي فوق الجميع، المنتخب المصري فوق الجميع، ساعة ضم عبد الله السعيد للمنتخب. المنتخب المصري رفع التجميد ده؟ هو الاهلي عمره ما اعترض ان عبد الله السعيد يروح المنتخب. مش فاهم يعني ايه؟ انا والله ما انا فاهم الكاريكاتير. ان هو خلاص بضم عبد الله السعيد للمنتخب الغى فكرة ان الاهلي فوق الجميع. لا بالعكس. ده عايز يقول ان هو الضم علشان في الاهلي عشان يبقى المنتخب فوق الجميع مش الاهلي اللي فوق الجميع. يا حبيبي لا. بالعكس، هو عايز يقول ان انت ضميت اللاعب الاهلاوي المجمد رغم انه مجمد فاصبح الاهلي فوق الجميع. طيب
فينه لا من ده ده ما لا فينه من اعتراض الزمالك ساعه ضم كهربا للمنتخب نفس الوقت يا عم. لا المنتخب وهو الاهلي اعترض ولا اطلاق ولا كان له شان في هذا يا يعني جماعه قليل من الموضوعيه شويه. طيب ف 2 نوفمبر 2008 الاهلي فاز على القطن الكاميروني 2-0 كان في ذهاب نهائي دوري الابطال، سجل الهدفين وائل جمعه وفلافيو نشوفه. الاهلي لعبت على طول عرضيه جول 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 هو قلب الاسد هو البرنس هدف مبكر مع اول دقيقتين ونصف. ابو تريكه البركه عملها حلوه جدا وسجل النادي الاهلي اول اداء في اللقاء. ضربه حره مباشره الاهليه خطيره جدا تاني هات من جوه الشبكه ده اللاعب فلافيو هو الانجول الاصلي. الله 2-0 للنادي الاهلي. هي دي الكره الاماميه الخطيره وهو ده فلافيو. افرح يا مصر بالكامل وفرح النادي الاهلي جماهيره براسيه انجوليه براسيه فلافيه بهدف جميل هدف تاني في اول ربع ساعه بهدف جميل على يسار حارس المرمى 2-0. الاهلي ماشي الامور زي ما هو عايز زي ما هو رايد زي ما هو طالب. يا جماعه لو كنت خدتوا بالكم كويس من الجون اللي جابه فلافيو بالهيد الثاني اللي طار كده ولعبها في وظهره للجون في العكسيه انا اراها اعظم ضربه راس في تاريخ الكره مش المصريه. عامه معلش يا شوارب هاتها لنا ثاني هاتها لنا الناس يشوف الاعجاز في ضربه الراس دي في رمان البلي ده لانه بعيد وظهره للجون وبعيد عن الزاويه خالص مش قريب من الجون وحولها في الزاويه البعيده ازاي. ايه الحس ده والاحساس بالمكان والقدره على التنفيذ بالحساسيه دي. عايزين نشوفها في لافيو اعظم من دعا بالكره براسه كان في العالم على رمان بلي في العالم. صحيح كان عنده قدره في التوجيه بضربات الراس هات يا شوارب بقى قدره مش طبيعيه خالص في حته التوجيه بالذات ولا ايه ولا هيشوفها طبعا هيجيبها وهو يقدر يقول لك لا لا اصل دي الكره دي اعجازيه. طيب جيبها انت حرك ايه دي اهو لا جيبها بقى من ال في اللقطه اللي بعديها في الاعاده اللقطة اللي بعد بس يا جماعة ركزوا معانا شو لا في واحدة قريبة اهي بص يا ابراهيم بص شفت عمرك واحد اللي ظهر للجون وبيجري كده ويلعبها في العكسية ويلفها كده ويلعبها باصص على الزاوية يعني بلف بص على الزاوية ازاي شايفها بعينيه اللي من ورا احساسه بالمكان معلش. طيب واحد من اللعيبه كمان المهمين في الاهلي في الفتره الاخيره الاصابه ابعدته لكنه كان دايما وابدا الجمهور عنده اهتمام بوليد ازارو. وليد ازارو الى اين وصل في الجاهزيه؟ ماذا ينتظر وليد ازارو مع ريني فايلر في حوار مهم عمله معاه الزميل محمد دكروري موفد قناه الاهلي الى دبي. هنشوف وليد ازارو وفاصل ونواصل. شرف لي اقعد معاكم يعني انتوا حبايبنا واصحابنا وانت عارف يعني من الحاجات اللي شخصيتي اللي انا ببقى بعيد شويه عن الكاميرات والكلام ده. فبالنسبه لي انا تجربتي مع نادي الاهلي يعني تجربه هايله يعني اي واحد يتمناها. نادي الاهلي نادي كبير بطولات الخاب بيفتح لك مجال كتير وكبير قوي في بالنسبه لافريقيا وبالنسبه لاوروبا برضو. فانا شرف لي العب في نادي كبير زي النادي الاهلي. فبالنسبه للحاجات بتاع وليد هيروح وليد مش هيروح طبعا حاجات سوشيال ميديا وكله ما دام انه عنده الحق انه يتكلم فهو بيتكلم براحته يعني. بس الجد واللي هو موجود يعني اكيد يا اما هيطلع من عندي انا ولا من عند النادي الاهلي. بالنسبه لسوء التوفيق ده فالحاجات دي ما بتشرحش يعني في ناس فاهمه الموضوع ده وفي ناس مش فاهمه يعني مش هنفضل نتكلم كلنا كل واحد هتشرح له الموضوع ده دي مساله بتاع ربنا وفي ناس كتيره ما عندهاش توفيق
بس الواحد بيشتغل يعني. فالمفروض يعني انه الوضع المحزن او الحاجة المحزنة في الموضوع ده انه الناس بتنسى كل حاجة بسرعة يعني، فاهم يعني؟ مثلا انت لو جبت 100 جون من بعدها هتضيع جون واحد، بينسوا ال 100 جون اللي جبت ولا حاجة زي كده. فالحاجات البسيطة دي هي اللي بتخلي الواحد مش فرحان. طب بالنسبة لتوفيق فده بتاع ربنا، مش هتخاني انا مع ربنا عشانك انت ولا عشان حد تاني. ما انا بعمل شغلي برضو، ما انا يعني انا برضو عاوز اجيب جون، في حد مش عاوز يجيب جون يعني ويكسب فريقه والموضوع ده، دي تبقى مسألة بتاع ربنا وكل واحد يشوفها زي ما هو عاوز. المفروض زي ما قلت، ما مش ممكن تشرح لكل الناس الموضوع ده. فالناس اللي فاهمه الكوره بتعرف الموضوع ده، الناس اللي مش فاهمه بيتكلم كتير، فخلاص كلمهم اتكلموا يعني، دي حاجه بتاعهم. انا زي ما قلت لك، لو ما دام انك انت عندك بقك ومسموح لك تقول اي حاجه فانت براحتك يعني، اتكلم زي ما انت عاوز. كل واحد تبقى عنده تجربه. فالوضع اللي هو لازم كل واحد يستفيد من الغلط اللي اتعمل ولا اللي عمله قبل. فاحنا مثلا في فلافيو مثلا بقاله زي ما قالوا لي الناس انه بقاله سنه جايب جون واحد في السنه كلها، فعادي يعني. المفروض انه الناس تستفيد من الغلط ده وما يعيدوش تاني، ده المفروض يعني. في منطق في نادي الاهلي اللي هما الحاجات ولا التوابت اللي هما موجوده والقواعد اللي هي ثابته في نادي الاهلي، انك في نادي الاهلي ما عندكش حاجه من غير تجيب بطولات. فالوضع ده يعني مرسخ لكل واحد في دماغه يعني. احنا مش جايين عشان ايه نلعب ونتفسح وبتاع، احنا جايين بنمثل النادي ونمثل انفسنا، وكلنا بنشتغل عشان النادي ده يبان في الصوره اللي هي العاديه بتاعه، انه بطولات ونجيب كل حاجه. بالنسبه للبطوله بتاع السنه اللي فاتت، فبعتبرها مش بطوله كانت صعبه ده، بس يعني او في الاخير نادي الاهلي ما خد بطوله يعني. فبتلاقي الناس التانيه اللي هي بقوا بيطوروا مستواهم، بقى دوري حلو، وده اللي احنا عاوزينه. عشان لما يكون دوري حلو وتكون منافسة شديدة، بتلاقي كذا حلو يعني. بالنسبة للبطولة الإفريقية بالنسبة لهم وبالنسبة لنا احنا، فدلوقتي بتشوف ما دام انه المستوى بتاع البطولة المصرية تطور، فتلاقي الناس اللي بتطلع بتعمل من البطولة المصرية بتعمل شغل جامد بره، وبتلاقي فرق كتيره بتشارك في المسابقات لافريقيا. ده شيء حلو يعني، مش وحش. بالنسبه لنا كلنا اللعيبه دي الاسره التانيه بتاعنا، تمام. احنا بنقضي اوقات اكتر من نقضيها مع اسرنا، نقضيها في الملعب معسكرات. فزي ما قلت لك احنا بنشتغل عشان نادي الاهلي يبقى حلو، مش مهم مين هيلعب، المهم انه هدفنا كله يبقى واحد، انه نادي الاهلي يكسب، سواء في الماتشات ولا البطولات. بالنسبه لي انا ولا بالنسبه لحد تاني يعني، كلهم لو انا لعبت هيشجعني، لو هو لعب هيشجعه. وتلاقي الاصحاب القريبين يعني كتير، تلاقي الناس اللي بتلعب في نفس البوست يعني. مثلا انا ومروان وجونيور يعني وصلاح وحسين، كلنا بنلعب في نفس المكان بس تلاقينا اصحاب يعني. فدي الميزه اللي بتخلينا مثلا ممكن نكون فارقين على الفرق التانية. انا عاوز العب صن داونز ان شاء الله لو تاهلنا، عشان نكسبهم هناك وهنا باذن الله. الماتشات دي بالذات اللي بيكون زي ما اقول لك واحد بيفكر في الطار، زي الماتشات دي اللي بتبقى راسخه، يحب الواحد يشيلها عليه. بالنسبه لي انا ما احاولش اتكلم يعني بس اقول لهم حاجه مش بالنسبه لي انا، حتى مش دلوقتي اكون انا ومش اكون السنوات اللي جايه، السنوات اللي قادمه ان شاء الله
يعني ما تحبطوش اي واحد. يعني الراجل ده مثلا مروان ولا صلاح محسن ولا جونيور جاي، فده لو ضيع ولا عمل ماتش مش كويس ولا عمل حاجه مش تمام، فده مش قاصد يعني، فاهم؟ ده بيلعب ويعمل كل مجهوده عشان يفرحكم انتوا. ففي مرحله انه اللاعب برضه بيحس انه الناس كلها هتكون معاه مش ضده، فاهم؟ الواحد لو حس انه الناس ضده ممكن كان بيدي 100% يفضل يدي 80% عشان ما فيش اهتمام متبادل يعني، فاهم؟ ما فيش احساس متبادل لهدف واحد. فانا لو انا ولا جونيور ولا صلاح محسن ولا اي واحد، لو حسين الشحات، لو ضيعنا فده مش موضوع انه احنا عاوزين نضيع ولا احنا قاصدين نضيع، لا احنا عاوزين نجيب بالهبل. ممكن انا برضه عاوز اجيب 10 اهداف في ماتش واحد، وده كله بنعمله عشان نفرحكم انتوا، فاهم؟ ما تخليش فكر في دماغك، ما تخليش الاحساس يغلبك، تمام؟ وتدي اشاره للراجل ده تحبطه. المعسكر ده نستفاد فيه كتير ان شاء الله، لانه بيفرق ما بين المرحله اللي فاتت والمرحله اللي جايه. والمعسكر ده اللي هو لذيذ خفيف بيكون حلو بالنسبه لكذا واحد يعني، حتى بالنسبه للاعيبه تخرج من الاستريس اللي كانوا فيه عشان يرجعوا تاني فريش ويخشوا في البطولات اللي جايه ان شاء الله. وبالنسبه لعلاقتي مع اللعيبه، انت عارف اي واحد ممكن تسال اي واحد يقول لك وليد ازارو، لو حتى سمعت كلمه وحشه من حد لعيب هنا تعال اديك اللي انت عاوزه يا باشا. علاقتي معلول انت عارف يعني، معلول حبيبي يعني وصديقي في الغرفه وكل حاجه، بس يعني متميز عليهم شويه. بس انا بالنسبه لي اللعيبه كلها حبايبي، وكلهم بشارك معاهم واطلع واخرج معاهم ونضحك ونهزر وكل حاجه. بالنسبه للبلاي ستيشن، انا الصراحه ماليش فيه كتير يعني، انا ممكن بلعب بلياردو بس بلاي ستيشن يعني مش متعمق فيه. فانا بشارك معاهم ماتشات يعني، لما نكون في الاوضه والناس بتلعب وبتاع، انا شايف انه ممكن النمبر 1 في الموضوع بتاع البلاي ستيشن يكون الشيخ يعني، احمد الشيخ. فمين تاني بيطلع من بعده مثلا؟ حوالي الناس بتلعب كويس يعني. صالح ما شفتوش بيلعب صراحه يعني. حمدي وعلي معلول برضو ومحمود وصلاح محسن. صلاح محسن بيلعب كويس برضو، بس يعني الامرار فيهم انا اللي شايف انه الشيخ يعني بيعرف كويس. وبالنسبة للجمهور الاهلي، احب اقول له يعني ان شاء الله، انا احب اطمنكم ان كلنا مركزين ان شاء الله عشان ناخد بطولة افريقيا. ده هدفنا الاول السنة دي، من بعدها بتبقى الاهداف اللي هي الثابته واللي هي العاديه بالنسبه لنا، ان البطوله والكاس والكلام ده. بس اللي هو هدفنا ان شاء الله باذن الله نجيب افريقيا اللي هي غايبه علينا بقالها سنين. وزي ما قلت لك يعني، احنا بنشتغل مع المدرب فايلر يعني، بنروح معاه في السيستم اللي هو عاوز، وبقينا قريبين يعني منه وفكره بتاعه، وان شاء الله هيبقى حاجه حلوه السنه دي باذن الله. طيب قبل الفاصل كان هناك تقرير استاذ ابراهيم استوقفني مع وليد ازارو. والحقيقه قال كلام من القلب، في يعني سنة عتاب غير مباشر. مضمون الكلام اللي بيقول ايه؟ هو احنا لما بنضيع فرص بنبقى سعداء؟ كل واحد فينا عايز يجيب 10 تجوان في الماتش. صحيح. وان ماذا يجدي التحامل والتهكم والتقليل من شأن المهاجم غير انه يفقده مزيد من الثقة
تؤدي الى مزيد من اضاعه الاهداف. خلينا نفكر فيها بالعقل. يعني ايه طريقه التشجيع العجيبه دي؟ ان انا لما لعيب عندي ما يعجبنيش في حاجه اقوم افضل اهاجمه بدل ما انا اقعد ادعمه علشان يصحح، يعني اذا كان عنده خطا يصححه ويبقى عنده الرغبه. قال انا لو بدي 100% بعد شويه ابتدي ادي 80 وتتناقص الامور لاني مش لاقي تقدير خالص، وابقى جاب 3 4 تجوان ومضيع فرصه ولا 2 يتنسوا. فهو وليد ازارو مهاجم خطير مش عايز مناقشه، بيوصل للجون من ناحية التكتيكية مهم جدا، راجل هداف وبيضيع اهداف نتيجه ان هو بحركته الكتيره وسرعته الكبيره بيوصل لاماكن غيره ما بيوصلهاش. فارجو رفقا زي ما بيقولوا بالايه؟ بالقوارير. بالقوارير. هو في الاخر بيقول لك ايه؟ رجع قال لك هدفنا اسعادكم، البطوله اللي احنا عنا عليها البطوله الافريقيه، واحنا بنقترب كثيرا من تنفيذ فكر فايلر. ده اهم نقط انا. طيب بس هي دي نقطه برضو مهمه يا باشمهندس. هو الجمهور، الجمهور بيحب الفرقه، بيحب النادي، بيحب اللاعب. طيب وليد غير موفق في بعض الفرص، السبيل لاكساب وليد حساسيه التهديف من جديد استعاده الثقه بنفسه. لا طبعا. طب الثقه هتيجي يعني منين لما جمهوره هو اللي ما بيوفرهالوش؟ عشان كده هو كلامه في حته مراره شويه. لا انت اللي لازم تساعدني عشان اسعدك. يعني هو موقف ساعدني على ان انا اسعدك. موقف الجمهور مع صالح هو مع ايابي. ايوه هو بيرجعه كل مره بالزبط. وهو بيبقى مقدر دين الجمهور وعايز يرجع عشان، وبالذات اللعيبه كلها تقريبا بتتعاطى السوشيال ميديا باهتمام والصدى بيوصل لهم، فلازم ان الجمهور بالذات الشباب الصغير يدرك انه التحميل على لعيب معين والتحفيل على واحد معين ده مش في صالح لا الفرقه ولا اللاعب ولا هو في صالح هو كجمهور. انت بترضي نفسك بس. بتقول افيه بس. مش حب، والله ما حب ده. ومن الحب ما قتل. اذا كان حب طبعا. لا ده لا يعني دي الجرأه. شوف الاندفاع والجرأه، جاب جون تقريبا خلاص الجون تقريبا كان بسكه بالظبط. ممكن كان عينه تتصفى فيه. ايوه مفيش فيرود ما بيضيعش. نسبه اضاعه الفرص تزيد شويه بس تعكس ظروف معينه في الملعب، تعكس حاله مزاجيه للاعب، تحجز اهتزاز ثقه، تعكس طبيعه منافس، حاجات كتيره قوي. يعني خلينا ايجابيين في دعم اللعيب. خليك ايجابي في مسانده فرقتك، لانه الحقيقه المستوى اللي الاهلي وصل له من اداء الكره الممتعه تخلي جمهوره فعلا لازم يوفر كل اساليب السعاده انه يقدر يستمتع باداء الفريق عشان يكمل كل البطولات السنه دي بايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله. انت كنت بتسال على حوار المهندس مصطفى مراد فهمي، والحقيقه المهندس مصطفى مراد وحشنا، واحد من القيادات الرياضيه الكرويه الكبيره جدا، ابن المدرسه الاهلاويه، خرج وترعرع في النادي الاهلي، هو يعني ابن مراد فهمي وعمه عزيز فهمي، فجذور ضربه في اعماق النادي الاهلي. طبعا عائله من العائلات المؤسسه والمؤثره التاريخيه للنادي وسكرتير للنادي كمان. ان انت بتتكلم على مش بس المدير او سكرتير الاتحاد الافريقي، لا مصطفى مراد فهمي وصل انه كان مدير اداره المسابقات في الاتحاد الدولي تقريبا، كان رقم 3 أو 4 في الفيفا. خلي بالك ممكن تبقى عضو مجلس اداره في الفيفا لكن صعب تكون في الجهاز التنفيذي، لان عايزه قدر كفاءات واحترافيه بالظبط، مش عايزه علاقات. انت ممكن بالعلاقات توصل لاي حته تعجبك لكن بالكفاءه منافسة شرسة جدا، ولازم لما توصل تبقى معناها انك كفء جدا. المهندس مصطفى فهمي واحد من القامات المصرية الأهلوية اللي بيفخر بها فعلا كل مصري، كان ضيف على قناة صدى البلد مع الزميل هاني حتحوت، تحدث المهندس مصطفى مراد فهمي عن تقديره لمدرسة الأهلي الرياضية، نشوف. ايه أهم حاجة ممكن تكتبها في مذكرات حضرتك لو أول حاجة هتبدأها؟ أول حاجة يعني النادي الأهلي، النادي الأهلي إنه مدرسة بنتعلم فيها القيم والتقدير واحترام
الكبير والوفاء يعني لازم اول جزء لازم يبقى عن النادي الاهلي. اول حاجه هيكتبها في مذكراته كيف يثمن النادي الاهلي قيمه القيم. ولا دايما هتجد اي اهلاوي اتربى جوه النادي الاهلي اول حاجه لازم هيذكرها لك القيم والتقاليد والمبادئ والسلوك الرياضي والرساله. هو ده اول حاجه قالها. لكن هو كان ذكر حاجات تانية انت جايب له فقرات اخرى. لا لا اتفضل. موضوع نادي القرن الذي يعني فيه هوايه عند الاعلام الزملكاوي انه لازم يتكلموا فيه. هو مش قالوا هيقدموا شكوى للاتحاد الافريقي؟ مش هيقدم حاجه. هو عارف دعوة. شوف يا استاذ ابراهيم هو متاكد زي ما بيقاوحني كده اللي بيقول كلام غير موضوعي وغير غير سليم. سليم طبعا لانه هو بس يتمنى الاستاذ مصطفى المهندس مصطفى مراد فهمي راجل كيس ومش بتاع جدل فاكتفى ان يقول له المعايير دي اتعملت 95 هي اتعملت اخر 94 طبعا واتنشرت وقبل كده قلنا في الجرايد فحتى هو ما فكرش وقال دي حاجه يعني ما هيش مسابقه ولكنه لقب شرفي ولما اتحطت المعايير دي ما حدش اشتكى منها. انت تستناني بعد 5 سنين لما تلاقيها ما تفيدكش تقوم تحتج عليها. انما اللي قالوا بس اتخطف كده استاذ هاني حتحوت برضو انا يعني دي بتعجبني فيه رغم ان انا مختلف معاه يعني في حاجات يعني انه بيروح لعمق كده لازم يتكلم فيه. قالوا هو لما اتحطت المعايير دي في 95 هي لا في 94 لما اتحطت المعايير دي اظن ان في اخر 94 يعني لما اتحطت المعايير دي يا استاذ ابراهيم قال له مين اللي كان متصدر؟ قال له الاهلي. انت بتتكلم ده كانت طب لما انا بعد كاس الامم بعد كاس السوبر في جوهانسبرج ايوه لما الاهلي 94 انا بس الحته النقطه دي لما الاهلي كان متصدر والزمالك السابع طب انا حطيت معايير تفيد الاهلي اذا كان هو متصدر كنت انا متوقع ان النادي الاهلي هينسحب والزمالك هيلحق بيه لانه بيخش بداله. طيب هو مين اللي استفاد في ظل المعايير دي؟ الزمالك السابع بقى التاني يبقى بس هو قال حاجه برضو الخبره حاجه مهمه جدا قال له طب بالمعايير دلوقتي هو النادي الاهلي ممكن يقول لك طب انت ما حطيتش معيار البطولات المحليه في اعتبارك ليه؟ ما انت ما ينفعش تبقى الاول على على المدرسه وانت مش الاول على الفصل. ده تعبيرك انت ده. لا انا ببسطها. ده تعبيري لكن هو قال له طب ما هو بالمعيار ده لو كل نادي بقى هيحط المعايير اللي تفيده كان ممكن النادي الاهلي يقول لك طب ما تحط لنا كمان البطولات المحليه يبقى لها نسبه. لان مش معقول انا ابقى سابقك محليا وانت سابقني افريقيا. وان كان الفصل بين المحلي والافريقي منطقي يعني انا مش بقول كده انا بس بقول للناس كفايه لعب على هو اكتر ناس بتكلمك في نادي القرن مين؟ مش الجيل القديم الشباب الجديد هم دول اللي بيتكلموا وزعلانين ومتحمسين وبيهاجموا لان هم دول اللي صدقوا ما شافوش. انت المعيار ده اتحط 95 94 94 اخر 94 لا يناير 94 ما انا بقول لك يا اصل المهندس مصطفى يا اختلط عليه اختلط عليه كان بعد اجتماعات السوبر على هامش بعدين السوبر. قال له حاجه ثانيه انت كنت عضو في مجلس اداره النادي الاهلي قال له قال له ازاي مش تضارب مصالح يا استاذ هاني ده هو ده نموذج لما يفعله الشخص الذي يحترم نفسه ده كان ابسط حاجه على الاستاذ المهندس مصطفى يقول للكابتن صالح هو بيقول ما نلعبش هو خد جايزه اول سنه بعد كده النادي الاهلي بعد كده قرر انه ما يشتركش فكان ممكن يقول له بصفته بقى سكرتير خلي بالك يا كابتن صالح
لقب نادي القرن هيروح منك، لان ما كانش حد واخد باله في النادي الاهلي. بس انا كان النشره لما قريتها تتبعت عرفت النادي الاهلي متصدر. فلما جه بقى سنه 97 98 جالنا الجواب بالمشاركه واحنا الابطال، فالكابتن صالح قال ابعت اعتذار، بيقول لي انا بصفتي مدير النادي في جلسه مجلس الاداره، قلت له يا كابتن المره دي عايزين نشترك. قال لي ليه؟ قلت له احنا كنا منسحبين على اعتبار البطوله يعني ما فيهاش جوائز وما فيهاش يعني جديه كافيه وبتاع، دلوقتي اتعمل كل الكلام ده. ثانيا بنهايه هذا القرن سيتم ترتيب الانديه الاكثر حصولا وتقدما في نظام معمول علشان نادي اسمه احسن نادي في القرن الماضي. فبص لي كده قال له يا مصطفى، قال له اه صحيح، قال له الله، لا يبقى لازم نشترك. قلت له مجرد المشاركه هتخلي الزمالك ما يخش، انا كنت بطل الدوري والكاس، هتخلي الزمالك ما يخشش وبالتالي ما يحصلنيش. اوقفوا عنا بعد ما خد كل اللي فات. حتى لو هنخش يا كابتن، قال والبطوله العربيه، قلت له نخش بالاشبال يا كابتن. احنا دخلنا بفرقتين يوميها فرقه بتلعب في نفس اليوم فاينل بطوله عربيه في تونس، وفرقه بتلعب في مصر ب 13 لعيب. صحيح. من الاحتياطي والناشئين، وتعادلنا 2-2 وخرجنا. ده اللي حافظ لنا على الرانكينج بتاعنا والتقدم. فاي حد عايز يتكلم بس يتكلم بالاوراق وبالمستندات. يا جماعه القرن الجديد فات منه 20 سنه. قال له انت على فكره مضيعين وقتكم بتتكلموا على الماضي. والاهلي متصدر في القرن الجديد بقاله 20 سنه. قال له فاضل 80 سنه ها؟ ونحتفل بالقرن. وممكن تلحق انك انت تاخد اللقب ده. خليك تفكر في بكره وما تقعدش تقول لي انا. طيب ده يحصل، لكنه كل التصنيفات العالميه عارفه قيمه الاهلي وحافظه قيمه الاهلي وترتيب الاهلي. فنلاقي موقع كلاب وورلد رانكينج بتحط الاهلي في الترتيب 41 على العالم، بيتفوق على اي سي روما وعلى الميلان كمان. النادي الاهلي جه في ال 41 في قائمه افضل انديه العالم، ده حسب كلاب وورلد رانكينج الشهير. اصدر الموقع الترتيب الشهري لافضل 100 نادي في العالم من حيث النتائج عن شهر اكتوبر، يعني ده شهر اكتوبر فقط. الاهلي جه في المركز 41، تفوق على روما اللي جه في الترتيب 43، وبروسيا دورتموند الالماني اللي جه 63، ميلان الايطالي جه في الترتيب 84. بالنسبه لمصر بيراميدز جه في الترتيب 88، خلي بالك من نقطه، والزمالك في الترتيب 94. الترتيب ده تأثر ان مفيش ماتشات. صحيح. لو كان فيه ماتشات كان ممكن الترتيب يتقدم. هذا الموقع بيصدر هذا التصنيف اسبوعيا للانديه بناء على نتائجها التراكميه في اخر 52 اسبوع قبل تحويلها الى نقاط لحساب التصنيف العالمي لكل انديه العالم. اخر تصنيف في شهر سبتمبر كان حط الاهلي في الترتيب 39، لكن جه تراجع بسبب توقف المباريات. الزمالك في شهر سبتمبر كان في الترتيب 91، يعني كان 91 ثم اصبح في الترتيب الجديد ال 94. الاهلي سجل المركز 23 في شهر يونيو 2017، وده كان افضل مركز له على الاطلاق. هذا التصنيف بيتصدره برشلونه وبعدين ليفربول ثم مانشستر سيتي وريفر بليت وفالنسيا وريال مدريد السادس وبوكا جونيور السابع وبالميراس البرازيل الثامن، اتلتيكو بارانيس البرازيلي التاسع، وتشيلسي الانجليزي العاشر. مش هتقرا لنا ال 40 يعني. لا كفايه العشرة دول العشرة المبشرين بالتصنيف. لكن زي ما قلت لكم، هات لي اي تصنيف وفقا لاي معايير حط اي اسس، هتلاقي الاهلي في الصداره او في ترتيب متقدم جدا. النادي الاهلي في عدد البطولات هو اكثر انديه العالم نجاحا، زي ما حطيته كل الصحف الأجنبية العالمية الكبيرة في عدد الحصول سواء على البطولات القارية، جاي التاني على طول بعد برشلونة، بعد ريال مدريد، أو في الأكثر نجاحا في بالنسبة للبطولات عامة المحلية والقارية. فعلى المستوى الأفريقي سواء في التصنيف التراكمي أو التصنيف المنفصل، الأهلي يغرد لوحده بعيدا بإذن الله دايما. ونرجو
في حال انتظام الكره المصريه وعوده الجماهير. وهنا عايز اتكلم في الجماهير. هو لما الناس بتقول الدوري عام بنظام رايح جاي، ماتش في ملعبك وماتش في ملعب الخصم عشان كل واحد يستفيد من ظروفه، هو ده الفير بلاي. فانت حارم النادي الاهلي الذي يتمتع باكبر جماهيريه من جماهيره. انت كده يعني مش فير بلاي خالص ده، لان هو مش نادي شركات ولا مش نادي ما عندوش جماهيريه. هو يجب ان يستمتع بالمكانه اللي عملها في وسط جماهيره على مدى 111 سنه ولا 112 سنه دلوقتي. ليه محروم الاهلي من الجماهير دي؟ الانديه الشعبيه يجب ان تتمتع بجماهيرها، وكل بقدر جماهيره. نتمنى هذا حتى يكون الاهلي دائما وابدا زين النوادي. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في الحادية عشر. بس في حاجه والنبي قبل ما تقفل عشان خاطر الله. لا عندي دقيقتين فضل. عندي دقيقتين. لا في زين النوادي لسه. وماله؟ ما عندي. اتفضل سريعا. اتفضل. رسالة أنا بحملها من نادي مالية كفر الزيات. هتقول لي دي بلدك؟ لا، هي بلدي آه، لكن هذا النادي العريق اللي يوما ما كان في الدوري الممتاز ما بيلاقوش أجرة ميكروباص يروحوا بيه الماتشات. يا ساتر. أنا بناشد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة وبقول له من فضلك، وأنت كنت دائما حريص على النشاط الرياضي، وماليه كفر الزيات ده النادي الوحيد اللي البلد كلها بتلتف حواليه. كفر الزيات بلد صناعيه مش صغيره، يجب ان يدار هذا الملف بشكل اكثر احترافيه في مصانع وفي شركات. حط هذا الموضوع تحت اهتمامك الشخصي، لان في كلام ان قدامهم اسبوعين ويتوقف النشاط في نادي عريق على هذا المستوى. نتمنى الدعم والمعونه لهذا النادي فعلا. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم زين النوادي بطلا شامخا. تصبحوا على خير. صحيح.